بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة أنا هبدأ كلامي النهاردة بالجملة دي: لم يطالبني أحد بكأس الأمم الإفريقية، هدفي الوصول لكأس العالم. كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني قال هذه الجملة النهاردة في مؤتمر صحفي مذيع في كل القنوات، وكل الناس سمعته، وكل الناس تنقلت هذا الخبر، وكل الناس اتكلمت عن هذا الخبر. تخيل حضرتك ان مدير فني لمنتخب مصر، منتخب مصر واحد من اهم وافضل منتخبات الافريقية على مر العصور وعلى مر التاريخ، حامل اللقب الافريقي 7 مرات، تخيل حضرتك ان كارلوس كيروش، لا يا اسلام ما قالش كده يا جماعه، اللفظ والمعنى والترجمه طب خلينا نطلع نشوف ونرجع. Let's start with the last question because it's the most easy. المدرب بيقول هيبدا بالسؤال الاخير لان هو يعتبر اسهل شويه. That question is more easy because that question doesn't exist in football. There is no one single coach that signed contracts with a specific target about competitions. غير موجودة في كرة القدم إن في مدرب بيعمل اتفاق أو تعاقد وبيتم فيه وضع يعتبر هدف مثلا يكون هو مثلا بطولة أو حاجة زي كده. We cannot make agreements based on the wish of God. That's so this simple. يعني احنا ما نقدرش نعمل اتفاقات على حاجة برضو بيبقى فيها رغبة الإله، رغبة ربنا. It's an important question to make it clear that the main achievement of my contract and my responsibility, when I dealt this agreement with the Egypt Federation was the World Cup qualification. I don't want any doubts about that. المدرب يقول يمكن الاتفاق الاساسي او يمكن كان الهدف الاساسي اللي احنا اتفقنا عليه واتكلمنا عليه مع الاتحاد المصري هو كان التاهل الى كاس العالم. No doubts about that. My contract, my main responsibility, the target of Egypt national team is qualify for the World Cup. فهو كان يعتبر الهدف من المدرب توليه منتخب مصر هو الوصول الى كأس العالم. And your question, I thank you very much because and I would like that everybody pay attention to this. وبالنسبة لسؤالك المدرب يتمنى ان كله يركز في النقطة دي وبيشكرك عليه. Criss cross with the first part of your question. بيقول لك يعتبر المدرب كارلوس كروش في أول جزء من سؤالك. You gentlemen a little bit confused about the program. انك انت قلت طبعا كان في يعتبر بعض الاضطرابات بالنسبه للبرنامج. And you're right. وعندك حق. But not only you guys confused, even us, the coaches and the federations, we confused about the program. وبيقول لك مش انت بس اللي كنت يعني مضطرب، احنا حتى يمكن الاتحاد وكذلك نحن ما كانش لسه الامور واضحه. Look on 22nd when we left Doha, Qatar, 22nd. في يوم 21 او 22 وقت ما هم سافروا من الدوحه. Nobody was sure that African Cup of Nations will be played. Nobody was sure. ما كانش في اي حد متاكد ان هو هتتلعب المنافسه ولا لا. So you're right about that because I was also confused. I make at least 3 programs for African Cup of Nations. ما كنتش برضه محدد كل شيء، كنت واضع 3 برامج. 3 programs. قال لك بدون ادنى شك. الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش شك، أنا آسف I doubt، يعني الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش شك إن أنا لما تعاقدت مع الاتحاد المصري تعاقدت على إن أنا أوصل كأس العالم. عنده حق في الجزء الأول في كلامه إن هو دي حاجة بتاعت ربنا فإحنا مش هنتدخل في حاجة بتاعت ربنا، أوكي عندك حق في هذا الكلام، ولكن تخيل حضرتك إن ممكن يكون لعيب أو لاعب لعب في منتخب مصر ولعب في كثير من الأندية. خد مثل لأي حد من اللاعبين، خد مثل لأي حد من اللاعبين اللي لعبوا الفترة اللي فاتت لمنتخب مصر. تخيل حضرتك يعني أنا شخصيا لعبت في كأس عالم الأندية ولعبت هنا ولعبت، ولكن منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية بالنسبة لأي لاعب
لأي لاعب عدى من على باب المنتخب أو عدى من على وخد كل البطولات الخاصة بكل الأندية وخد كل البطولات الخاصة بكل حاجة في الدنيا إلا منتخب مصر، دي بتبقى حاجة مختلفة. كأس الأمم الأفريقية حاجة مختلفة لكل لاعبي مصر. النهاردة لو تشوف تصريح المدرب اللي كان مساعد يورجن كلوب وهو بيتكلم عن محمد صلاح ومانيه وبقية اللاعبين اللي هيسافروا أفريقيا، تخيل حضرتك اللي هو مش مدرب منتخب مصر ولا حاجة، لا لا لا، ده مدرب ليفربول اللي هيمشي من عنده صلاح ومانيه وبقية اللاعبين. تخيل قال إيه المدرب ده بعد مباراة اللي تعادلوا فيها النهاردة تشيلسي وليفربول 2-2، ليفربول كان متقدم 2-0 وبعد كده تشيلسي جاب جونين. المدرب قال ايه؟ المدرب قال نتمنى كل التوفيق ولمحمد صلاح وماني وان هم يبذلوا اقصى مجهود ليهم مع بلدهم، لان اللعب لمنتخب بلدهم مشرف جدا وايضا اللعب في كأس الامم مشرف جدا. تخيل حضرتك المدير الفني او المدرب النهارده، لان يورجن كلوب زي ما حضراتكم عارفين عنده اشتباه كورونا فما جاش المباراه، فكان المساعد بتاعه هو اللي موجود في المباراه وهو اللي اتكلم ما بعد المباراه. تخيل حضرتك قارن ما بين تصريحات الا اذا كان كارلوس كيروش، وده انا ما اعرفش يعني، انا درست كارلوس كيروش خلال الفتره اللي فاتت لقيته دايما بيبقى عنده بعض الافكار الغريبه اللي بتعمل له عداء مع الاعلام، فانا باخد على العشر سنين او الثمان سنين اللي فاتوا مش مع منتخب ايران فقط ولكن مع المنتخبات ما قبل ومع الفرق اللي مسكها، فهو تلاقي دايما عنده مشكله او عنده تفكير مختلف عن بعض الناس، او مش عن بعض الناس، عن كل الناس. يعني لما تيجي تتكلم عن مجدي، بلاش مجدي قفشه، لما تيجي تتكلم عن طارق حامد ما ينفعش، لما تيجي تتكلم عن مجدي قفشه ما ينفعش، لو مش عايز تلعبهم خليهم قاعدين احتياطي يا اخي، يمكن مجدي قفشه يشوط لك شوطه يعمل لك باص عدل، يعني مش عارف، معرفش هو تفكيره ايه، هو في الاخر هو اللي هيتحاسب. لكن لو تفتكروا حضراتكم في 98 هو دي الحاجه الوحيده اللي مخلياني مش عايز ابقى قاسي على كارلوس كيروش بعد هذا المؤتمر الصحفي المحبط جدا، هسميه محبط بس مش هقول اكتر من كده. ولكن تخيل حضرتك ان انت بتحبط اللاعبين بتوعك، هي ما حصلتش غير في 98 الله يرحمه كابتن جوهري، بس ده كان متفق مع اللاعبين في ذلك الوقت ان هو هيطلع يقول هذا الكلام وكلام من هذا القبيل. الكابتن جوهري قال يا جماعه احنا هنروح ما نوصل ال 12 او ال 13 في كاس العالم، كان بيحاول وهو قاعد مع اللاعبين كان بيقول لهم حاجه تانية، احنا هناخد البطوله، احنا هنعمل كذا، انا بقول الكلام ده في الاعلام، لكن ده ما بيحصلش الحقيقه على الجانب الاخر. فالحاجه الوحيده اللي مخلياني ما اتكلمش على تصريحات كارلوس كيروش او ابقى واخدها 50-50 ها، انه من الممكن ان يكون اللي بيعمله كارلوس كيروش ده ما هو الا حرب استراتيجيه، حرب نفسيه، ما اعرفش، خلينا نقول اي حاجه، خلينا نقول اي حاجه. لكن اللي انا عارفه عن كارلوس كيروش خلال الفتره السابقه ان هو ملوش في موضوع التنويم المغناطيسي ده، هو ملوش فيه قوي يعني، هو بيطلع يقول 1-2-3 انا عندي 1-2-3 وهو ده ضرب مخه في الحيط. ما اعتقدش صحيح ان هو عامل مؤتمر عشان يطلع يقول ان انا مش هنافس على البطوله، يعني حاجه غريبه جدا، غريبه جدا. انا من كنت من اشد الناس اللي مساندين لكارلوس كيروش في حاجات، وما زلت وساظل الحقيقه، انا مش مساند لكارلوس كيروش لكن انا مساند لمنتخبنا الوطني، كلنا مساندين لمنتخبنا الوطني خلال الفتره الجايه، ولكن كل ما يحصل حاجه تلاقي موضوع حصل يخلي الواحد متضايق جدا، متضايق جدا من التصريحات ومن اللي بيحصل. ده الغريب جدا اللي بيخلي الواحد يبقى واقف مش عارف يتكلم يقول ايه، لما مدرب منتخبنا الوطني يتكلم بهذا الشكل ومدرب ليفربول المساعد يورجن كلوب يتكلم بهذا الشكل، اعتقد ان ده لو قارنت ما بين اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا او الكلام هنا والكلام هنا هتعرف ان كارلوس كيروش فيه يعني ما ينفعش يقول مثل هذا الكلام، ما ينفعش يقول مثل هذا الكلام. الا اذا لم يكن يعلم قيمه منتخبنا الوطني
وان هو 7 بطولات افريقيه ومنتخبنا هو مؤسس الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي موجود في مصر لان مصر هي مؤسسه الاتحاد الافريقي، تاريخ كبير جدا في كره القدم. انا عارف ان التاريخ لا يشفع في الملعب، ولكن خلينا بس نروح الملعب الاول واحنا مطمنين. خلينا نروح الملعب، اختيارات في معظم الاسماء هي اختيارات جيده، ولكن لما تيجي تبص برضو على عدم اختيار بعض اللاعبين المهمين اللي بقالهم في مصر في، وبعدين ما حدش يقول لك اصل السن مثلا في موضوع طارق حامد، ما حدش يقول لك اصل السن. طب ما هو عبد الله السعيد، انت واخد عبد الله السعيد ليه ومقعد مجدي قفشه ليه؟ ففي مش عارف اقول ايه، ولكن في حاجات مختلفه او علامات استفهام على اختياراته، ولكن في النهايه هو اللي بيتحمل وهو كل حاجه. ولكن من حقنا برضو ان احنا نتكلم عن اللي كارلوس كيروش بيقوله، ده دورنا، ده دورنا. وفي الاخر ممكن يطلع كلامنا غلط وهو اللي يكسب البطوله في اخر السطر، هو اللي يكسب البطوله، او يوم 9 يوم 6 فبراير هو اللي يبقى كسب البطوله، وهو ده اللي يهمني بصراحه. انا لو الراجل ده عمل كده وكسب هذه البطوله كارلوس كيروش، تعظيم سلام، وكلنا هنقول له انت كنت رائع وانت كنت كويس وانت كنت افضل وكنت وكنت وكنت، وده هيبقى حقه وقتها. ولكن احنا بنتكلم عن شواهد واستنتاجات وحقائق بتحصل قدامنا. زي ما قلت لحضرتك لما تيجي تفكر في الكلام، لا هو في حاجه يعني ما ينفعش تقول مثل هذا الكلام، في حلقه مفقوده ما حدش فاهمها لغايه هذه اللحظه. ومعرفش هل لو ظهر كيروش بمنظر او بشكل سيء في هذه البطوله، هل الجمهور المصريه أو الجماهير المصرية هتسكت؟ بسبب الاختيارات، بسبب حالة الجدل اللي عاملها في كل شيء، جماهير الأهلي زعلانة علشان مجدي قفشة، جماهير الزمالك زعلانة علشان طارق حامد، جماهير الإسماعيلي مفيش ما تلاقيش مثلا عبد الرحمن مجدي، ما تلاقيش حد من اللاعبين اللي بيلعبوا من الإسماعيلي. فبرضه بتلاقي إن الجو العام غير مريح، غير مريح في موضوع كارلوس كيروش. عموما أنا نفسي وأتمنى ان احنا نشوف كارلوس كيروش بشكل تاني وباتجاه تاني وباسلوب تاني وياخد البطوله حتى لو باسلوبه، بلاش باسلوب تاني. عفوا. فخليني اقول لحضراتكم ان انا في الاخر اللي يهمني ان انا يوم 6 فبراير الاقي منتخبنا الوطني بيلعب في المباراه النهائيه ويكسب البطوله، هو ده اللي يهمني. ساعتها يا عم ده انت هنقول لك شابوه وهنقول لك كل حاجه حلوه في الدنيا، هنعمل لك حفله، الاستوديو ده كله هنفرشه لك حفله ونحط صورك في كل حته، وتيجي تشرفنا ونعمل لك حفله كبيره جدا جدا. بس اما نشوف يعني. انا بس عندي تعليقات بسيطه جدا عن هذا الموضوع، وحبيت ان انا احط علامه استفهام من دلوقتي على هذا الامر. لماذا يقول كارلوس كيروش انه العقد بتاعه مش مكتوب فيه ان هو ياخد كاس الامم الافريقيه او ينافس، بلاش ياخد، ينافس، لان محدش عارف، ينافس على كاس الامم الافريقيه. هو حضرتك تفتكر ان الشعب المصري او الجمهور المصري لما يعرف او لما يشوف فريقه بيلعب بقلبه وبروحه وبحماس وموت نفسه وعمل اللي عليه ووصل للدور مثلا قبل النهائي، لا قدر الله حصلت غلبنا ولا حاجه ركلات ترجيح، لا الشعب المصري هيقف معاك وهيساندك انت ما تعرفش، ما تعرفش الجمهور المصري ممكن يعمل ايه؟ ما تعرفش جمهور مصر ممكن يعمل ايه مع منتخب مصر؟ اتفرج على المباراه اللي صعدنا بيها كاس العالم وركله الجزاء محمد صلاح، شوف المنتخب ساعتها والجمهور اللي كان في كل الاستاد عمل ايه؟ هو ده الفرق ما بين منتخب مصر واي حاجه تانية. المنتخب دائما ما يعلو على كل شيء، المنتخب هو الاول في كل شيء بالنسبه لأي مواطن مصري طبيعي عادي محب لبلده. فأتمنى إن التصريحات إن هو يكون قالها دي، ما أعرفش يا تيجي يمين تيجي شمال، مش عارفين نجيبها، ولكن زي ما قلت لحضراتكم خلينا ناخد ناخد بفكرة الكابتن جوهر الله يرحمه إن هو بيقول هذا الكلام علشان يغزي العين أو يعني يبعد النظر عن المنتخب الوطني من بقية المنتخب الوطني المصري عن بقية المنتخبات الأخرى. لكن خلينا نشوف إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. تاريخ منتخبنا الوطني لو عايز تعرفه مع كأس الأمم الأفريقية اتفرج على هذا التقرير، تقرير عن تاريخ المنتخب
المصري في كأس الأمم الأفريقية. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. يحمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وللفراعنة تاريخ عظيم مع البطولة الكبرى في القارة السمراء. توج منتخب مصر بالنسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في السودان عام 1957، ثم أحرز اللقب الثاني في النسخة التالية عام 1959 على أرضه. ربيع جمال عبد الحميد وماشي جمال بيستنى ورا بيلعبها شوقي غريب شوقي ماشي ماشي شوقي بيلعبها لمصطفى عبده بتعدي وخد بيلعبها شوقي غريب هو جول هو جول لقب عصيا على المصريين حتى عام 1986 حيث فازت مصر بالتنظيم ثم بالكأس الغالية للمرة الثالثة في تاريخها، وكان ذلك تحت القيادة الفنية للمدرب الويلزي مايك سميث. ثم جاء العام 1998 والذي سافر فيه المنتخب الوطني الأول دون أي آمال في تحقيق مركز متقدم، وصنع جنرال الكرة المصرية الراحل محمود الجوهري المعجزة وعاد إلى القاهرة بكأس الأمم الإفريقية بعد تقديم بطولة رائعة من حيث الأداء والنتائج. وفي الألفية الجديدة استطاع المنتخب أن يحتكر كأس الأمم الإفريقية بعد أن توج بها ثلاث مرات متتالية، في عام 2006 على أرضه ووسط جماهيره، وفي عام 2008 على أرض غانا، وكان اللقب الأخير في أنغولا عام 2010 تحت قيادة القدير المعلم حسن شحاتة. لم يتأهل المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لخمس مرات أعوام 1972، 1978، 2012، 2013 و2015، فيما انسحب من المشاركة ثلاث مرات لأسباب مختلفة. ويأمل المصريون في مشاركة قوية عندما يظهر المنتخب الوطني الأول للمرة 24 في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون 2022 تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، فهل يحقق المفاجأة ويتوج باللقب؟ طبعا البعض هيحاول يقول لك ايه ده قناه الاهلي او اسلام الشاطر بيحاول يصدر، لا انا ما بصدرش ولا بعمل حاجه، كل التحيه يعني او كل المسانده الواجبه والدعم الكبير لمنتخبنا الوطني وكل شيء، ولكن في النهايه لما يطلع مدير فني يقول هذا الكلام اعتقد ان ده شيء خاطئ، وجهه نظري قد تكون خاطئه وقد تكون صحيحه، كلام مهم جدا. اتمنى انا خليت الموضوع 50-50، ما رضيتش اقول ان ما ينفعش يتقال مثل هذا الكلام، قلت ان هو يمكن بيعمل خطه استراتيجيه لما هو قادم مع بقيه المنتخبات الاخرى، وبالتالي يستحق المسانده والمسانده واجبه، وده هنشوفه ان شاء الله يوم 6 فبراير، وده الاهم بالنسبه لنا ان يصل منتخبنا الوطني الى المباراه النهائيه ويلعب المباراه النهائيه ويفوز بهذه البطوله. طيب خلينا نروح لصديقي العزيز ياسر الشنواني من انجلترا. الحقيقه ياسر واحد من الناس اللي يعني القريبين جدا ومننا ومن كثير من ومحلل فني الحقيقه وبيتكلم في كره القدم، وياسر برضو من اللعيبه اللي لعبت منتخب مصر والشخصيات القريب جدا من محمد صلاح والنني وتريزيجيه ومن كل اللاعبين المصريين اللي موجودين الحقيقه في انجلترا. خلينا نطمن منه عن خصوصا بعد التالق الشديد لمحمد صلاح النهارده في مباراته الهامه جدا امام تشيلسي اللي لسه منتهيه منذ قليل. يا ياسر اخبارك ايه؟ ازيك يا اسلام عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك انت يا حبيبي وحشني جدا. والله انت اللي وحشني جدا وشكرا جزيلا يعني على المقدمه الجميله دي. تستحقها. سعيد ان اكون معاك وسعيد ان اكون
في قناه النادي الاهلي ويشرفني طبعا. واذا كنت انت بتقول ان ياسر حبيبي ده انت حبيبي يعني طبعا. من زمان من زمان من زمان من 30 سنه مش عايزين نكبر بعض بس من 30 35 سنه يعني. لا انا اكبر انت لسه صغير يا اسلام انا اكبر كتير يعني. ربنا يديك الصحه حبيبي ربنا يديك الصحه يا ياسر. ياسر النهارده محمد صلاح الحقيقه بيواصل الحقيقه الاعجاز اللي هو بيعمله. احنا بنعتبر اللي بيعمله محمد صلاح ده اعجاز. ايه الاخبار في انجلترا بيتقال ايه بعد التعادل المخيب للامال الحقيقه بالنسبه لليفربول وبالنسبه لتشيلسي ايضا، ولكن بالنسبه لنا احنا كمصريين مش فارق معانا التعادل قد ما فارق معانا ان محمد صلاح جاب جون وجون رائع جدا الحقيقه. بالظبط يعني هي انا بتفق معاك ان فعلا احنا من اهم حاجه ان احنا صلاح يتالق لان احنا عايزين صلاح يتالق وخصوصا في الفتره دي. ليه؟ لان احنا داخلين على مسابقه على كاس الامم الافريقيه وعايزين صلاح يرجع مصر نفسيته مستريحه ويكون هادي وما شاء الله عليه يقدم تالق في كاس الامم بحيث ان احنا ان شاء الله باذن الله يكون كاس الامم من نصيبنا، وخصوصا بعد اللي حصل في المباراه الاخيره وصلاح اهدر ضربه جزاء، لكن دي ما اثرتش عليه والحمد لله شفناه النهارده بيأدي اداء رائع، اداء لا مش رائع اكثر من رائع، واحرز هدف صعب ان حد يعني بلغه الكوره كده لازم ما فيش حد يعرف. لا ياسر وكان هيجيب الثاني كمان ايه؟ ده الثاني ده كان هيبقى حاجه بس هو مندي بقى. الثاني ده كان لازم ياخد جد بوشكاش يعني صراحه لان لو كان جه رائعه لكن مندي تالق فيها، لكن صلاح ما شاء الله عليه بيأدي اداء كويس جدا. حتى لو احنا عملنا مقارنه دايما الناس بتعمل مقارنه ما بين صلاح وماني، احنا شايفين دلوقتي ماني حتى النهارده يعني باراء كل المحللين ان ماني ما عملش حاجه غير احراز الهدف، لكن صلاح ما شاء الله احراز هدف تحرك يعني يحرز هدف عالمي اللي انقذه مندي، لكن ما شاء الله صلاح بيأدي اداء رائع وان شاء الله باذن الله برضه دايما بنقول ان كل ده بيصب في صحه منتخب مصر ان يرجع المنتخب بنفسيه مستريحه وان شاء الله يأدي اداء رائع مع زملائه في كاس الامم الافريقيه. ياسر الاحاديث عن تاثر ليفربول بمحمد صلاح خلال فتره امم افريقيا، هل في حديث عن هذا الامر خلال الفتره اللي جايه؟ هو خلاص من بكره اعتقد خلاص هو مسافر النهارده ان شاء الله باذن الله وبكره الصبح بدري ان شاء الله باذن الله هو وتريزيجيه ان شاء الله يوصلوا بالسلامه، والنني وصل الحمد لله امبارح برضو بالليل. فطبعا كل الحديث على صلاح يعني كل الناس اللي بتتكلم على ان هل هيبقى في تاثير للعيبه الافارقه في البريمير ليج على ابتعادهم بخصوص مشاركتهم في كاس الامم الافريقيه فكله بيتكلم عن صلاح. يعني انا شايف ان ما فيش اي تاثير سلبي على اي نادي هياثر غير تاثير صلاح، لان احنا شايفين كل اللعيبه بارقامهم بالاحصائيات اللي بيعملوها بكل بالاهداف اللي بيحرزوها بالاداء اللي بيعملوه، لكن صلاح هو اعلى نسبه في اعلى احصائيات اعلى ارقام، فغياب صلاح عن ليفربول هيبقى ليه تاثير طبعا سلبي جدا جدا على ليفربول، لكن احنا اللي يهمنا ايه؟ ان صلاح يبقى موجود معانا ويؤدي اداء كويس وان شاء الله يكون سبب في مكسبنا لكاس الامم الافريقيه. طيب عوده تريزيجيه ايضا للمشاركه مع استون فيلا اعتقد شيء رائع لنا كمصريين، ردود الافعال في انجلترا عن هذا الامر ايه؟ طبعا كله مبسوط لان كل الناس هنا بتحب تريزيجيه جدا وكله واثق في تريزيجيه ان هو لعيب كبير جدا، لكن هو طبعا كل حاجه بايد ربنا. الاصابه اللي جت لتريزيجيه في شهر ابريل اللي فات والنهارده تريزيجيه اول مشاركه ليه النهارده، هو كان شارك في مباراه مع فريق الرديف واحرز هدف استون فيلا، لكن النهارده المباراه اللي كانت ضد برينتفورد رغم ان هم يعني لسوء الحظ ان هم خسروا 2-1 لكن تريزيجيه ادى وان شاء الله باذن الله تكون بدايه لعوده تريزيجيه، لكن تريزيجيه ما شاء الله راجع وراجع بقوه، واهم حاجه ان تريزيجيه من الشخصيات اللي عندها عزيمه واصرار كبيره جدا وعنده ثقه في ربنا كبيره وعنده ثقه في نفسه ما شاء الله. لكن السؤال هنا بعد الرجوع من الاصابه يا ياسر أيوة. يعني هيسيب الفرقه ان شاء الله، يعني نتمنى ان هي تفضل لغايه يوم 6 فبراير يعني ان شاء الله، لكن إن شاء الله. هل هيسيب الفرقه فتره طويله؟ هذا سيؤثر عليه بقى على الجانب الاخر من ناحيه استون فيلا يعني؟ لا ما اعتقدش انه هياثر عليه تاثير سلبي لان جيرارد واثق في تريزيجيه وبيتكلم عنه كلام كويس جدا، وتريزيجيه لسه راجع من الاصابه، لكن هو دلوقتي اهم ان هو يبقى المشاركه بتاعته، فالمشاركه مع كاس الامم الافريقيه هتبقى تعتبر اعداد ليه قوي جدا، فان شاء الله باذن الله يؤدي اداء كويس ويثبت للناس ان هو راجع بقوه ويرجع ان شاء الله لفرقته ويلعب اساس ان شاء الله باذن الله. بكره ان شاء الله محمد وتريزيجيه هيوصلوا على المعسكر على طول. ان شاء الله باذن الله، والنني وصل امبارح والنني برضه شارك امبارح في المباراه، كانت مباراه رائعه برضه بين ارسنال ومان سيتي، لكن برضه زي ما شفنا ان مان سيتي في الدقيقه 94 احرز هدف الفوز وان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليهم. هو الدوري كده باص الدوري الانجليزي الدوري كده يعني هل مانشستر سيتي خد الدوري خلاص؟
هو لا هو طبعا كان كل الناس مستنيه النتيجه، اكتر نتيجه كان مستنيها مان سيتي ان هم يتعادلوا وتحقق له، يعني ما كانش حد يتوقع مان سيتي لو كان بيعمل يعني بروجرام للبريمير ليج ما كانش مش هيمشي كده، ان ليفربول يخسر المباراه اللي فاتت، ان تشيلسي يتعادل، وبعدين يجي يحصل النهارده تشيلسي وليفربول يتعادلوا هما الاثنين مع بعض، فدي كله بيصب في مصلحه مان سيتي. لكن انا شايف ان برضه البريمير ليج ما يتضمنش فيه حاجه، لان ده اقوى دوري في العالم، واحنا شفنا كان ليفربول كان متقدم بهدفين لغايه الدقيقه 40 ودي اولموست الدقيقه 41، شفنا ان تشيلسي تعادل 2-2، وكان ممكن قبل ما الشوط الاول ينتهي كان ممكن يحرز اهداف ثاني. لكن انا شايف ان البريمير ليج ملوش يعني ملوش كبير، فلسه برضو المشوار كبير، وانا شايف ان مان سيتي دلوقتي كل الناس بتتكلم ان يقول مان سيتي خلاص اخذ الدوري، لكن لسه ليفربول وتشيلسي اكيد هيرجعوا بقوه. نتمنى لك كل التوفيق يا ياسر، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم محمد، النهارده محمد صلاح عمل شغل رائع جدا جدا مع نادي ليفربول في مباراه صعبه جدا، كان نفسنا طبعا ان يكون هناك اي حد يعني كان نفسنا طبعا ليفربول يكسب، ولكن في النهايه التعادل ده كان افضل نتيجه بالنسبه لمانشستر سيتي. واللي شاف مباراه ليفربول و تشيلسي يعني بعض التعليقات او بعض الكوميكس اللي كانت موجوده على صفحات التواصل الاجتماعي، الحقيقه كل مواقع التواصل الاجتماعي اتكلمت على ان اللي شاف المباراه تعب اكتر من اللعيبه اللي كانت بتلعب المباراه، ده دليل على قوه المباراه وقوه اللاعبين وقوه الدوري الانجليزي خلال هذه الفتره. يا رب محمد صلاح يكون فايق لما هو قادم مع منتخبنا الوطني، لأن الكل يريد أن يصل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية ويفوز في بطولة الأمم الإفريقية لتضاف نجمة تامنة إن شاء الله لمنتخبنا الوطني خلال البطولة الحالية، وإن شاء الله بعدها بقى يبقى لكل حدث حديث. طيب دي كانت المقدمة اللي اتكلمنا فيها النهاردة، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن أخبارنا، أخبار البيت الكبير بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. يوم الأربع اقترب يوم الأربعاء، اشمعنا يوم الأربع؟ زي ما قلت لحضراتكم احنا دايما أو أنا أعلنت لحضراتكم يوم الأربع اللي فات عن أن هناك مسابقة ستكون خلال الفترة القادمة. المسابقة دي عبارة عن إيه؟ سؤال إحنا حاطينه لحضراتكم على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي وعلى البرومو اللي حضراتكم شايفينه، ودي الأرقام اللي بنبعت عليها الإجابات، الأرقام 1795 ده من أي تليفون أو من أي محمول ومن أي خط أرضي على 0900 9500. طيب اشمعنى يوم الاربع؟ الاربع دايما من كل اسبوع خلال الشهر القادم زي ما قلت لحضراتكم قناه النادي الاهلي هتطلع اربع مشجعين للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه او خلال الشهر القادم من خلال الاجابه على السؤال اللي احنا هنبقى قايلينه لحضراتكم. خشوا على هذه الارقام، اتصل على او ابعت رقم الاجابه الصحيحه على 1795 ومن اي خط ارضي على 0900 9500. الحقيقه الغلط اللي انا شايفه او اللي بيحصل ان الحقيقه ناس كتيره جدا بيجي لنا تعليقات كثيره جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي بالاجابه. طيب مره تانية، لان انا قلت الكلام ده يوم الاربع، ان الاجابه لن تحتسب. يعني ايه؟ يعني حضرتك اكتب مهما تكتب على موقع التواصل الاجتماعي على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ده مش هيخليك تسافر او مش هيخليك تخش السحب اللي هنعمله يوم الاربع ان شاء الله. ده مش هيخلي حضرتك تخش السحب اللي هنعمله يوم الاربع. ايه اللي هيخليني اخش السحب يوم الاربع؟ الحاجه الوحيده اللي هتخليك تخش السحب يوم الاربع ان انت تبعت على هذه الارقام اللي هي 1795 ومن اي خط ارضي على 0900 9500. معلش انا بنبه على الكلام ده كل شويه علشان تبقوا حضراتكم عارفين ايه اللي بيحصل، علشان ما تزعلوش مننا في الاخر، لانه احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرضي جمهور النادي الاهلي من خلال وجودهم معانا ان شاء الله، او مع بعثه النادي الاهلي ان شاء الله في كاس العالم للانديه، او علشان يتفرجوا على المباراه الاولى. ده هيبقى من خلال المسابقه اللي احنا دايما
حاطينها لحضراتكم، ودايما تختار الإجابة رقم واحد أو الإجابة رقم اثنين أو الإجابة رقم ثلاثة، اللي هي كم عدد مشاركات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. الإجابة رقم واحد 12، الإجابة رقم اثنين 6، الإجابة رقم ثلاثة 4 مشاركات. حضرتك تختار الإجابة اللي شايفها صح، قلت رقم واحد مثلا وابعت على رقم 1795، قلت رقم اثنين تكلم 0909500، قلت رقم ثلاثة تبعت على هنا أو على 1795 أو على 0909500. أي مرة تانية، أنا آسف أن أنا بأكرر هذا الكلام، ولكن مرة تانية كل الإجابات اللي حضراتكم بعتينها على مواقع التواصل الاجتماعي مش هتخليك تخش السحب. اللي هيخليك تخش السحب ان انت تبعت على الارقام اللي قلت لحضراتكم عليها. علي معلول، علي معلول، علي معلول واحد من اهم وافضل واقرب اللاعبين الى قلوب جمهور النادي الاهلي. طيب امتى تبقى قريب لجمهور النادي الاهلي، او امتى جمهور النادي الاهلي بيحبك؟ جمهور النادي الاهلي بيحبك لما تبقى مخلص مع ناديك، لما بتحب فريقك، لما بتبقى زي ما امير توفيق قال انه علي معلول تحس ان هو اهلاوي طول عمره، بيلعب في النادي الاهلي من هو صغير، خريج قطاع ناشئين النادي الاهلي. فجمهور الاهلي هيحبك بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه، علشان انت انسان تستحق حب 70 80 مليون اهلاوي، كلهم بيحبوك، كلهم بيحبوا علي معلول، كلهم عارفين ان الاوفر، افتكروا كده الاوفر بتاع مباراه الانتاج الحربي ده، اللي انا الحاجات اللي انا بفتكرها بسرعه يعني عشان انا بحب الاوفرات دي تحديدا. فالاوفر ده شوف علي عمله ازاي، هو ده علي معلول. على راي كابتن ايمن الكاشف يقول لك ايه، اسرع دليفري في مصر. هو فعلا اسرع دليفري في مصر علي معلول، واحد من افضل الباكات ليفت. انا يعني بحب لعبه جدا 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 من الناحيه الهجوميه، واحد من افضل اللاعبين اللي بتعمل اوفرات، ولما بيبقى مركز في الدفاع بيعرف يدافع ازاي. باك شمال منتخب تونس، باك شمال منتخب تونس لفترات طويله جدا، وبالتالي استطاع الحقيقه كابتن امير توفيق ان هو يتعاقد او يجدد تعاقد علي معلول لمده سنتين قادمتين. يستحق الحقيقه علي معلول أن يكون متواجد في النادي الأهلي خلال السنتين القادمتين، ويستحق علي معلول أن هو يبقى مرتبط أبديا بالنادي الأهلي. ده كان تقرير عن علي معلول. الحقيقة برضو قبل ما أكمل كلامي عن علي معلول، لأنه كلام علي يستحق الحلقة كلها، مش الحلقة دي، حلقات كثيرة جدا، لأنه زي ما قلت لحضراتكم كل جمهور النادي الأهلي بيحبه. النهاردة هل من حق النادي الأهلي أن هو يتفاوض مع أي لاعب يحق له التفاوض في، أو في الفترة اللي يحق له التفاوض فيه معاه؟ أي لاعب؟ أيوة أي لاعب، أي لاعب. أنا من حقي كنادي أن أنا أشوف المراكز اللي ناقصة عندي إيه، أو المراكز اللي أنا محتاج فيها لعيبة، وأشوف أفضل اللاعبين سواء مصر أو برا مصر علشان أتعاقد معاهم. طيب امتى تعاقد معاهم؟ بتعاقد معاهم في الاوقات القانونيه. النادي الاهلي كده طول عمره بيتعاقد مع اللاعب في الاوقات القانونيه التي يحق له فيها التفاوض مع اللاعب. يعني لاعب ينتهي عقده هذا الموسم ابتداء من امبارح او من اول امبارح، النادي الاهلي يحق له التعاقد معاه مثلا. يعني انا بقول مثل، اي مثل، اي حد. فالنادي الاهلي ممكن جدا جدا يتعاقد مع لاعب سواء جوه مصر او من بره مصر. ف ايه اللي هيحصل؟ لسه بقى النادي الاهلي بيشوف هل محتاج مثلا مركز معين من مراكز الملعب، بيروح يقعد مع موسيماني زي ما حضراتكم عارفين بقى الدوره اللي بتمشي دائما. يروح يقعد مع موسيماني، انت محتاج مين؟ طب احنا عندنا واحد اتنين تلاته، هيقول له طيب انا محتاج واحد. فطلع واحد ده بيلعب في نادي في تركيا مثلا، مثلا ما احنا جبنا من الدوري الانجليزي فممكن نجيب من اي حته. ف بيلعب في تركيا فهنجيبه، هنحاول بقى نتفاوض معاه ابتداء من امتى؟ لو عقده يخلص اخر السنه دي ابتداء من امبارح. طيب اللعيب ده جوه مصر وينتهي عقده نهايه هذا الموسم، يبقى من حق النادي الاهلي ان هو يتفاوض معاه ابتداء من امبارح.
اي حد. ايوه اي حد. النادي الاهلي دائما عندما يتعامل يتعامل بالقانون وبالطرق الشرعيه، والطرق الشرعيه تقتضي ان اللاعب قبل ما ينتهي تعاقده بست شهور يمكن التفاوض معاه. فخد بقى الكلام على اي لاعب خلال الفتره اللي جايه فيما يخص هذا الامر. الطرق الشرعيه تبدا، او حضرتك عايز تفكر في النادي الاهلي دائما تشوف النادي الاهلي وهو بيرسل مبادئ والاخلاق وكل شيء الحقيقه من خلال التفاوض مع اللاعبين في الاوقات اللي يمكن التفاوض معاهم من الناحيه القانونيه والشرعيه. طيب قد ايه الناس مرتبطه بعلي معلول؟ خلينا نروح نطلع نشوف هذا التقرير عن ارتباط جمهور النادي الاهلي وشوف بيقولوا ايه عن علي معلول ونرجع نكمل. ربنا يبارك له مع النادي الاهلي في السنتين الجايين التانيين ويحقق بطولات زياده. طبيعي ان علي معلول يجدد للنادي الاهلي، ده اصلا ده بيته. الاهلي ده بيت كل الاهلاويين، وعلي معلول افضل باك في افريقيا. فلازم يجدد، ما ينفعش، ده بيته اساسا. علي معلول لاعب كبير وربنا يوفقه مع النادي الاهلي، ومش هيلاقي جمهور بيحبه زي جمهور الاهلي. والله بقول له مبروك، علي اضافه لاي فرقه، من احسن الصفقات اللي جت للاهلي من 10 سنين الاخيره دي. لعيب يعني مؤثر جدا، وبقول له مبروك يعني كابتن علي اضافه يعني. علي معلول احسن حاجه، الف مبروك ان انت مضيت لنادي الاهلي احسن فريق في افريقيا. احب اوجه له رساله اللي انا اصلا نفسي اكمل دايما في الاهلي وما يسيبوش، ويا رب دايما ايه يكون يعني خير لينا، وهو اصلا ايه يعني احسن باك في مصر، ولحد دلوقتي ما يعني ما شفتش زيه الصراحه. وانا على حبي الشخصي بحبه جدا جدا، ومبسوط جدا ان هو جدد للاهلي، وبالتوفيق دايما ان شاء الله. هقول له طبعا الف مبروك، واقول له يا رب يكمل المسيره معانا وبطولات زياده باذن الله، والاهلي فوق الكل. طبعا بنقول له مبروك على التجديد، وان شاء الله يكونوا سنتين كويسين ومزيد من البطولات والانجازات. اتمنى لعلي معلول كل خير في النادي الاهلي، لانه ادى النادي الاهلي كتير جدا. وبتجديد علي معلول بصراحه اسعد جماهير الاهلي كلها مش انا بس. اقول ان دي صفقه حلوه جدا لعلي معلول، والنادي الاهلي صفقه كبيره جدا، لانه هو لعيب بيعتبر من احسن اللعيبه في النادي الاهلي، ودي حقيقه. الناس بقت بتقول انت ليه بتقول الكلام ده دلوقتي يا اسلام؟ فاهم؟ بقول لهم يا جماعه انا بتكلم عن استراتيجيه النادي الاهلي، مش السنه دي، طول عمره. يعني انا لسه كنت بقول ان النادي الاهلي عندما يحق له التفاوض مع اي لاعب، او متى يحق للنادي الاهلي التفاوض مع اي لاعب قبل نهايه عقده بست شهور، ده القانون بيقول كده، قانون الرياضة أو قانون كرة القدم بيتكلم في كده. وبالتالي أنا بس حبيت أقول هذه المعلومة، لأن احنا في فترة انتقالات، وبالتالي الكل بقى عفوا الكل بقى بيتكلم عن إن إسلام رايح إسلام جاي، محمد أمير توفيق بيتفاوض مع فلان، أمير توفيق فالكلام جاب بعضه. يعني احنا بنتكلم عن علي معلول وتجديد علي معلول لسنتين، وبالتالي لان الناس عماله تبعت لي انت تعرف والله ولا اعرف اي حاجه، ده انا بتكلم كلام ده جون الانتاج. بص الاوفر دي يا جماعه، الاوفر ده يدرس. اللي هيفهم الكلام ده الباكات اليمين والشمال والناس اللي بتحب لعب الباكات والاوفرات الحلوه. هاتوا كده من الاول يا سمير تاني. بص الاوفر من بعد نص الملعب ب 20 ب 15 10 15 يارده، والكره لفت البصه والاوفر ورايحه لبواليا، هي مش رايحه لبواليا تحديدا، هي رايحه في المنطقه دي سواء ل بواليا او اي مهاجم في المكان ده، او حتى اللي قبله كان اعتقد محمد شريف اللي قبل بواليا. فلا اوفر عالمي، الاوفر ده يستحق سنتين بصراحه، جامد جدا، اوفر حلو قوي. هو ده علي معلول، دائما يظل في قلوب كل الاهلاويه، مش عشان الاوفرات بس ولا عشان هو، لا، لكن هو شخص محترم ويحب كل الاهلاويه، وكل الاهلاويه بيحبوا علي معلول. النهارده الحقيقه القضاء الاداري بيعيد العمري فاروق لمنصب نائب رئيس النادي الاهلي. قضت الدائره الثانيه بمحكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي التي جرت يوم 26 نوفمبر الماضي، والمتضمن عدم إعلان فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية وعرض أمره على الجمعية العمومية. وكان العمري فاروق قد أقام طعنه وتضامن معه النادي الأهلي، والذي كلف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بمتابعة الدعوة. وطلب العمري في طعنه إلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات وما ترتب عليه من آثار.
كما أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن انضمامه للعمري فاروق في دعواه وطلباته، احتراما وتقديرا لإرادة الجمعية العمومية التي منحت العمري ثقتها بأكثر من 19,000 صوت. النهاردة أيضا كان في مسحة طبية أو مسحة طبية خلال الفترة القادمة تنتظر نجوم النادي الأهلي بعد انتهاء الأجازة استعدادا لكأس الرابطة. كأس الرابطة بكرة إن شاء الله هتكون قرعة كأس الرابطة، ومسحة قريبا جدا بعد العودة من الانتخابات، وبكرة إن شاء الله الانتخاب بكرة الساعة 2 ظهرا هتكون قرعة كأس الرابطة. بمشاركة الأهلي أيضا فيفا يطرح تذاكر مونديال الأندية 2021 بالإمارات للبيع. الحقيقة الواحد اتكلم في الموضوع ده كتير جدا جدا. تخيل حضرتك إن أنا مثلا يعني بحط البرامج، فحط برنامج الساعة 11 وحط برنامج الساعة 11 ونص في نفس الاستوديو، وأنا مثلا وأنا اللي في إيدي القرار، فانا احط برنامج الساعه 11 وبرنامج الساعه 11 ونص، وطالب المذيع اللي في البرنامج الساعه 11 والمذيع اللي في البرنامج 11 ونص ان هو يتصرف. حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. انا عندي كاس امم هتنتهي يوم 6، وعندي بطوله كاس عالم للانديه هتبدا يوم 3. ما هو ايه؟ طب ايه؟ ما حصلتش في التاريخ. قعدت اقرا واجيب يمين واجيب شمال، عشان كده ما حدش لقى لها حل. الحل الوحيد ان هي يتم تاجيل المباراه كاس العالم. ملهاش حل. فحاجه غريبه جدا يعني. ما عموما اسعار التذاكر بتبدا من 20 درهم للجوله الافتتاحيه وحتى 200 درهم للنهائي بفئة الدرجة الأولى. ماشي. المنتخب الوطني يؤدي تدريباته النهاردة زي ما حضراتكم عارفين بقى. النهاردة المعسكر المغلق، انضم النني بيوصل النهاردة إن شاء الله، ومحمد صلاح وتريزيجيه يوصلوا بكرة. محمد زي ما سمعته من كابتن ياسر الشناواني يصل بكرة إن شاء الله، و معنويات مرتفعة الحقيقة بعد المستوى الرائع اللي بيظهر بيه دايما النجم الكبير محمد صلاح. وزي ما حضراتكم شايفين لعيبة المنتخب كلهم متواجدين، نتمنى لهم يا رب جميعا التوفيق خلال الفترة القادمة والوصول للمباراة النهائية والفوز إن شاء الله إن شاء الله بكأس الأمم الإفريقية، لأن منتخبنا بالأسماء اللي موجودة فيه يستحق. عندنا بعض الاعتراضات وبعض التحفظات على بعض الأسماء، ولكن في النهاية كارلوس كيروش مدرب كبير وله طريقته واختياراته، وإحنا في النهاية سنظل نساند. ولكن لما يبقى عندنا تحفظات بس بنعمل علامة استفهام أو بنعمل سبوت عليها، وزي ما قلت لحضراتكم أنا في الآخر يعني شفت خبر إنها 50-50، يعني مش هقول الكلام اللي قاله النهاردة أكتر من إن هو قد يكون في سلاح استراتيجي بيستعمله علشان بقية المنتخبات الأخرى لغاية لما نشوف مستوى منتخبنا خلال الفترة القادمة. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا خلال الأيام اللي جاية والمباريات اللي جاية، لأنه بجد بجد كلنا نفسنا نشوف منتخبنا الوطني يصل إلى المباراة النهائية ويفوز بهذه البطولة. النهاردة الحقيقة أيضا توفى مساء اليوم والد النجم عبد الواحد السيد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الأسبق، ويعني البقاء والدوام لله وخالص العزاء له ولأسرته. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة. عندنا إيه النهاردة؟ عندنا في الجزء الثاني أو بعد قليل الحقيقة هنستقبل 4 من ضيوفنا اللي بيكونوا دايما موجودين معانا، نقادنا الرياضيين، نتكلم عن كارلوس كيروش ونتكلم عن المنتخب، وهنتكلم طبعا في الجزء الأكبر عن النادي الأهلي والمشكلة الأزلية اللي هتفضل موجودة. مش عارف الحقيقة هنفضل كده لغاية إمتى، هنفضل كده مستنيين قرار امتى هيظهر القرار للنور؟ هنشوف خلال مع
نقادنا الرياضيين الكبار. هنطلع نشوف تقرير عن أمنيات جمهور النادي الأهلي خلال العام القادم، بعد كده فاصل، وبعد الفاصل أربعة من نقادنا الرياضيين الكبار: الأستاذ محمد القوصي، الأستاذ خالد الأتريبي، الأستاذ عبد الحكيم أبو علم، الأستاذ محمد أبو علي، بعد هذا الفاصل والتقرير. يرفع راس مشجعينه زي ما هو معودنا، دي امنيتي للنادي الاهلي، ان يكسب دايما ومفيش تعادل بقى ومفيش خساره ان شاء الله باذن الله. اتمنى الاهلي يحقق معظم البطولات على الصعيد المحلي والقاري، واتمنى زي ما عودنا دايما ان احنا نستكمل البطولات بتاعتنا والبطوله المعتاده اللي هي الدوري الممتاز. ان هم يوفقوا في كاس العالم للانديه، وبعدين اللعيبه اللي مش واخده فرصها زي كهربا مثلا لعيب موهوب، خساره ان هم يفقدوه. ان يفضل رقم واحد على مستوى افريقيا على مستوى العالم، ان يحقق بطوله افريقيا ويحقق الدوري ويكون ثالث العالم السنه دي. يحقق ارقام قياسيه في جميع الرياضيات. اتمنى ان هو يكسب كل البطولات اللي بينزلها في كل الالعاب ويبقى احسن نادي اجتماعيا ورياضيا، وهو احسن نادي كده كده في مستوى الجمهوريه، ان شاء الله يفضل كده على طول. اتمنى نادي الاهلي يشرفنا في كاس العالم للانديه. اتمنى نادي الاهلي يحصل على بطوله افريقيا والدوري المصري والسوبر، يعني كل البطولات ان شاء الله نوصل كاس العالم للانديه ونحقق المركز الاول في اعظم في احسن حال الايام اللي جايه، ويكون دايما منتصرين. يعني هو ده كل امنيه الاهلاويه على فكره. والله انا بتمنى للنادي الاهلي ان هو يحقق يعني بطولات اكتر زي ما هو عودنا، واتمنى كمان ان هو يحقق كاس العالم للانديه، يفوز بالبطوله دي. اعتقد ان احنا تعودنا دايما ان مفيش حاجه مستحيله مع الاهلي، وان شاء الله احنا متفائلين خير بالبطولات اللي جايه كلها. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره. استاذ محمد القوصي، ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ تشرف ومنور حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك. استاذ خالد الاتريبي، ازيك يا استاذ خالد؟ يا كابتن اسلام، تشرف ومنور. ونورك وكل سنه وانت طيب، وكل جماهير النادي الاهلي وكل مصر طيب. ما قلناش صح، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. انت طيب. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، ازيك يا استاذ حكيم؟ ازيك يا كابتن؟ كويس؟ وحشنا والله. ربنا يخليك يا حبيبي. استاذ محمد ابو علي، ازيك ابو علي؟ حبيبي يا كابتن، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه ومصر كلها بخير. كل سنه وانتم طيبين. هبدا معاكم على طول، لانه الحقيقه الموضوع انا بالنسبه لي خدته في اتجاهين. اتجاه ان تكون مثل هذه التصريحات ما هي الا حرب استراتيجيه بيعملها كارلوس كيروش بالنسبه للتصريحات اللي قالها ان هو ان هو ملوش علاقه بكاس الامم الافريقيه، او مش ملوش علاقه بكاس الامم الافريقيه، مش ان هو مؤهل، او يعني العقد بتاعه بيقول ان هو فقط كاس العالم. لا كابتن، هي من وجهه نظري مش حرب استراتيجيه بقدر ما هي يعني ان هو بيحاول يخلع نفسه ويخلع المسؤوليات اللي عليه ويبرأ نفسه من اي فشل قد يتحقق مستقبلا، قد يكون متوقعا وقد لا يكون، قد لا تحقق شيء وقد تحقق. لكن الكلام اللي بيقوله مدرب قبل كاس الامم الافريقيه وقبل ما تبدا بايام قليله ان انا مش رايح انافس عليها، فده كلام مش مظبوط خالص. ازاي مصر ما تنافسش على كاس الامم الافريقيه بحجه ان ده مش مكتوب في العقد؟ يعني هل مطلوب مننا ان احنا نقول نكتب في العقد انك لازم تفوز؟ طبيعي جدا ان مصر لما تشارك في كاس الامم الافريقيه وهي البلد صاحب الرقم القياسي في كاس الامم الافريقيه، 7 ألقاب دايما بنبقى مرشحين للقب تحت اي ظرف من الظروف مهما كانت وضعيه مصر. طول عمرنا مصر مرشحه للمنافسه على اللقب حتى لو طلعنا من الدور الاول. يعني في 98 كابتن الجوهري كان رايح من هنا، وكان احنا كان عندنا كان هناك اتفاق ما بينه وما بين اللاعبين. يعني لما تسأل الفتره يعني انا كنت يعني كنت موجود على الاقل في الجزء الاول من الفتره دي، لكن حققت الهدف المطلوب. دايما مصر بيكون لها طموحها، ودايما طموحنا ان احنا ننافس على الاقل نوصل سيمي فاينل ونوصل للادوار النهائيه. ده وضع حقيقي بتاع مصر، لكن مصر اللي تطلع من الدور الاول ولا تطلع من دور الثمانيه، يعني ده مهم جدا بالنسبه لنا ان يتحقق. انا شايف ان كروش اخطا بهذا الكلام وصدر لنا احباط مبكر، واعتقد ده ممكن ينعكس على اللعيبه اللي هتلعب واللعيبه اللي موجوده معاه. يعني انا ما اعتقدش ان مدرب ممكن يقول في الاعلام حاجه ويخش يقول للعيبه حاجه ثانيه. لا لا يعني. كابتن جوهري عمل كده يعني يقول ما لكوش دعوه بالكلام اللي انا بقوله ده بره خالص. كابتن جوهري كان الله يرحمه بس كان عنده فكره او استراتيجيه، ما انا بقول يمكن يكون مثل هذا الكلام. هل من الممكن يا خالد ان هو اللاعبين يتاثروا سلبيا بمثل هذا الكلام؟ لو ما كانش هناك اتفاق مثلا، او ان هو قايل يا جماعه انا بس بقول حاجه عشان تبقى ظهركم محمي مثلا شويه، ما اعرفش. هو بعيدا عن اي اتفاق، انما
الفكره فكره ان كيروش حتى انا وجهه نظري فيه من ساعه ما جيه. اول ما جه وبدا يتكلم لا ده مش عارف جاي فين, ده مش عارف جاي يضرب مين ده, او ما حدش قال له, او من طريقه اداره التفاوض من الناس اللي كانت قاعده معاه عرف او فكر ان احنا اتحاد صغير او دوله في الكوره او منتخب في الكوره صغير, حتى لو التاريخ ما بيقولش ده. يعني لو كان دخل على جوجل وكتب ايجيبت بس في يعني ايجيبت تيم كان هيعرف يعني انه لا يجهل الاهتمام والشغف بتاع الناس يا استاذ محمد, لا لانه كل تصريحاته بتدل على ان احنا منتخب حلمه انه يوصل كاس عالم, اكبر امانيه انه يوصل كاس عالم. كل تصريحاته على التويتر دايما بيتكلم على كاس العالم. بس معلش هو سؤال, هو في منتخب في العالم مش حلمه ان هو يوصل كاس العالم بس, حلمه بس من اول ان هو من اول ما هو افضل منتخب في هو التاريخ, هو بيتكلم على ان هو ده الهدف. هو ما بيتكلمش على ان منتخب مصر لما بيدخل دوره وديه احنا مطالبين ان احنا نلعب على الدوره الوديه, وده يبرره ان هو اصر عليه في عقده, وعقده فعلا مكتوب فيه كده, مكتوب فيه كده واعلن عن ده من شهر فات. زمايلنا الصحفيين اتكلموا في الموضوع ده وكشفوا الموضوع ده وقالوا ان, وعلى فكره الكارثه الاكبر ان ده ما كانش معلن للناس, يعني ده كان مستخبي على الناس. ده ما ينفعش يتم اعلانه يا كابتن خالد, اللي هو ايه اللي هو يعني يعلن شرط انك انت جاي عشان تروح كاس العالم بس. طب هو ده كاس الامم الافريقيه اللي الاهلي اهم عنه, هو اعلن النهارده. ايوه ما بقول لك اعلن, دي جريمه يا جماعه. ما هو ده اللي بتكلم دي جريمه لابد ان يحاسب عليها اتحاد الكوره. ما هو ده اللي بعمل يا استاذ محمد, ما هو ده اللي بتكلم فيه. المفروض المهندس احمد مجاهد يطلع يرد. نسمع بعض بس يا جماعه بعد اذنكم, نسمع بعض. ده اللي بتكلم فيه. هو المهندس احمد مجاهد هيرد على ايه؟ هيرد على حاجه حقيقيه حاصله في العقد موجوده. دي وجهه نظري يعني موجوده. لما اكون رئيس منظومه يعني ما بتشوف مثلا بيحصل اي حاجه في النادي الاهلي, الناس بتتكلم على المجلس يا جماعه في كذا, دايما الكلام بيروح للمجلس. لما الاقي رئيس الاتحاد قاعد النهارده بيسمع الكلام ده وما يردش او ما يطلعش حتى ينفي الكلام ده ويقول ان لا مش ده الاتفاق, يبقى حقيقي. الراجل بيلبسك في الحيط. ده حقيقي يا جماعه. الراجل طالع بيقول لك كذا. على فكره انا وانا بتكلم ما كملتش وجهه نظري في الموضوع. انت قلت كروش. انت بتقول كروش والراجل ده ما سالش عبد المصري. لا هو كروش كان صادق جدا في كلامه, دي وجهه نظري. ولو شفت كلامه النهارده واسلوبه هو الراجل بيتكلم منتهى المصداقيه ومنتهى الصراحه. انا يا جماعه جاي العب على كاس عالم, مش جاي العب على افريقيا. وده الديل اللي تم بيني وبين مسؤولي. انا قصدي مش مشكله الراجل. هنا دور اللجنه المسؤوله او الناس اللي اتعاقدت مع الراجل. ده اللي قلت ان الراجل شايف ان الناس اللي قاعده معاه مش مقدره حجم المسؤوليه اللي هم ماسكينها. شايف الناس اللي اتعاقدت معاه مش مقدره حجم المسؤوليه اللي هم عاملينها. شايف الناس اللي قاعده معاه وانت بتتكلمني في الحساب. طب ما تيجي مين حاسب المهندس احمد مجاهد وهو لما بيقول لنا ليس كل ما يعرف يقال حتى الان لحد دلوقتي مش عارفين ليس كل يعني ما يعرف يقال ازاي. يعني انتوا خلصوا الكلام عشان يعني إيه؟ الموضوع هو مين بيحاسب احمد مجاهد؟ انه الله ينور عليك. مين بيحاسب احمد مجاهد؟ هو لا هو مين اللي هيحاسب على حاجه مهمه جدا يا ابو حكيم. الكابتن احمد مجاهد نادي الاهلي او طلع مع كابتن هاني حتحوت واتكلم معاه ان هو كل ما المنتخب يلعب بلعبته والاهلي يلعب بلعبته الكلام ده كله مظبوط. مظبوط. طيب كابتن احمد مجاهد قال هذا الكلام وبناء عليه النادي الاهلي قدم شكر للاتحاد كره القدم ممثلا في الكابتن احمد مجاهد وابلغ الجهاز الفني انه كل اللاعبين هيكونوا معاه خلال كاس العالم للانديه. وايه اللي حصل لغايه دلوقتي زي ما خالد بيقول ولا في اي حاجه تخص هذا الامر؟ اللي حصل ان المهندس احمد مجاهد كان موجود وقتها فنفس خلي بالك ده نفس الفكره. بس انا ليه وجهه نظر مختلفه في الموضوع. هنرجع ليها بس نفس الفكره. انا وجهه نظر مختلفه في الموضوع ده. بس خلينا نتكلم في موضوع المهندس احمد مجاهد كان موجود في كاس العرب في الدوحه وقتها. هو بطبقا لانه ملاصق او ملازم او صديق او لابن المدلل للمهندس هاني ابو ريده, كان في سيناريو معمول ان بطوله كاس الامم تؤجل. فبناء عليه هو طلع مش عايز يتكلم في الكلام اللي بيدور وهم قاعدين هناك مع رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. جت السيناريو اللي عمله النجم الكاميروني صامويل ايتو والبطوله ما تاجلتش. فهو المقوله اللي قالها ليس كل ما يعرف يقال كان بيقصد الموضوع ده, ان في سيناريو بيعد في المكتب التنفيذي ان يتم اتخاذ قرار في ال 54 صوت ان يتم تاجيل البطوله. اتفاجئوا ان في حوالي 48 صوت من ال 54 رفضوا
ويعني اتفقوا على ان ما ينفعش قاره افريقيا تعمل بهذا الشكل. طبعا كان من ضمن المجموعه اللي كانوا في الاتجاه الثاني المهندس هاني ابو ريده، فده اللي كان يقصده احمد مجاهد. فيما يخص الموضوع اللي اتكلم عليه الاستاذ خالد، بص يا كابتن استام، مفيش مدرب بيجي موسيماني لما جه انت ما قلتلوش انا عايز الدوري، انت اتفقت معاه ان احنا عندنا بطوله افريقيا غايبه عننا من 7 سنين، فانا عايز بطوله افريقيا، بس مش معنى كده انا مش عايز اخد الدوري. نفس الموضوع اللي حصل مع كارلوس كيروش، انا يهمني اروح كاس العالم للمره الثانيه على التوالي، بس مش معنى كده ان انا اغفل بطوله افريقيا. لا بس الاهلي ما حطش الشرط في عقد موسيماني انه بيقول له ضروره الهدفي وجاي عشان احصل على كاس الامم الافريقيه. الشرط ده بيوفر نوع من انواع الاستقرار يا استاذ وصل للمدرب، بس الشرط برضه موجود في اتحاد الكوره. وعلى فكره على فكره مش معنى كلامي ان احمد مجاهد كان صح، ومهندس احمد مجاهد كان صح في الكلام ده، لا طبعا انا بقول لك ان الكلام ده غلط، والمفروض مهندس احمد مجاهد يطلع يرد عليه يقول له احنا جماهير مصريه، احنا 1 2 3 4، يطلع يرد عليه لو ما كانش اعلامي يجيبه ويجتمع بيه يقول له الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش تكرره مره واثنين وثلاث. ما ينفعش ازاي وهو ماضي بيه عليه على العقد يا حكيم؟ ما هو بص، عارف الخلاصه يا استاذ حكيم او استاذ خالد يا كابتن بعد اذنكم، يعني مش اي حد يعرف يدير. بالظبط، مش اي حد ممكن يعمل جدول مسابقات او عارف لوائح يعرف يدير منصب مهم زي منصب اتحاد الكوره. دي وجهه نظري وبلاش كبيره زي ولا لا، بس انا شايف ان اتحاد الكوره بقاله فتره كبيره في حاله من التخبط. اتحاد الكوره بيستني كلام او حاجات بتجيله من بره. المعلومه اللي عندي يعني ما اعرفش كلام صح حكيم، وعنده اكيد مصادره، انا مصادري ان المعلومه جت ان بطوله كاس العالم هي اللي هيتم تاجيلها 4 ايام، وبالتالي الفرق اللي عندها افارقه في بطوله المنتخبات، عندها افارقه في بطوله افريقيا هتخلص، واللعيبه عندها مساحه من الوقت. ليه؟ مونتيري المكسيكي عنده، منتخب المكسيك عنده 3 ماتشات في تصفيات كاس العالم. عنده كوستاريكا، وعنده مش عارف بوليفيا بتهيألي، وعنده بنما. ماتش بنما يوم 2 فبراير، وانت عارف فرق التوقيت بين امريكا واسيا وفرق ساعات بيولوجيه فرق كبير. فيوم هيلعبوا يوم 2 هيوصلوا الامارات يوم 4، وعندهم ماتش مع الاهلي يوم 5. فالناس دي برضو عندها مشكله. منتخب الامارات نفسه عنده ماتش مع ايران في تصفيات يوم 1 فبراير. يوم 1 فبراير بس وقتها كان الكلام كله على المكتب التنفيذي بتاع الاتحاد الافريقي. انا عندي معلومه، واتقالت للناس في قطر ان كاس العالم في التوقيت ده كلام كان على افريقيا، ما كانش على افريقيا. في قطر، واللي عمل الازمه دي كلها وعرفتها حتى من مصدر كان يعني كان موجود معانا في قناه الاهلي هنا، ودخلنا قلت لكم عليه، والراجل ثاني يوم كان معانا عبر سكايب. الراجل قال ان لا ظروف تشيلسي. بتقول لنا مين؟ لا ما كان معانا. اتفضل الايه مدير رياضي دخل معانا سكاي في السادسه. الراجل وكان اسمه تشينو باين ولا بالظبط، وقال ان تشيلسي ما عندوش فليكسبل، ما عندوش مرونه ان هو ممكن ياجل كاس العالم. ما فيش وقت، لو اجلت انت عندك ارتباطات بعديها وعندك بطوله الدوري الانجليزي وقصه، فالموضوع هيبقى صعب في التاجيل. اللي وقف قصه التاجيل لحد دلوقتي تشيلسي الانجليزي، هو الفريق الاقوى. تشيلسي الانجليزي اول ماتش عنده 22 22 ايه؟ يوم 22 فبراير دوري ابطال اوروبا، اول ماتش ليه. ما عندوش مشكله خالص على فكره تشيلسي في الموضوع التاجيل. الازمه كلها ان الفيفا كان بيصدر المشكله عشان تاجيل بطوله امم افريقيا. ده خلاص الموضوع. طيب انت بتقول امم افريقيا، خلي بالك دي وجهه نظر مقنعه. اول ماتش لتشيلسي يوم 22 بطوله امم افريقيا، هذا انا عارف هتتلعب. طب ليه الاتحاد الدولي دلوقتي ما اجلش بطوله كاس العالم يومين او ثلاثه؟ الكلام كان جاي للناس، حتى وصل لبعض مسؤول النادي الاهلي ان في كلام هنحاول مع الراجل، او في كلام او في توجه ان بطوله كاس العالم نفسها تتاخر او تتاجل 4 ايام. اللي عايز اقوله ان احنا ممكن نستغل حاجه مهمه قوي دلوقتي. انا ليه ما يبقاش في كوميونيكيشن مع مسؤولي مونتيري، او في اتصالات مع مسؤولي مونتيري، وفي اتصالات مع مسؤول الجزيره، وابتدي اقول يا جماعه بالظبط انا الظرف دلوقتي، او احنا الثلاث فرق عندنا مشكله وارتباطات. ما انا بقول لك يعني خلص طبعا. ليه خلص؟ عشان التذاكر اتطبعت. التذاكر وليد بعد كابتن دلوقتي لو حد على الموقع، لو انت اجلت الماتش اي حد حجز تيكت يرفع قضيه على الفيفا، لان انا بعد حجز التذكره بحجز فيزا، بحجز تيكت طيران، بحجز اقامه في ابو ظبي. الموضوع يعني. لا طبعا كل الناس حجزت الموضوع ده يا كابتن، خلاص الموضوع ده يعني قصه ترحيل البطوله ده الموضوع ده النهارده من ظهر يوم 2 يناير بدات عمليه بيع التذاكر بكثافه. ناس كتير بشكل كبير جدا. طبعا في الامور خلاص يا جماعه، الامور منتهيه. على فكره ان احنا نناقش حد يتكلم او حد ينسق او حد يقول، خلاص هذا الكلام منتهي. ولا يعني لن يستطيع احد ان يغير من الواقع يا كابتن اتلام شيء. الامور ده دلوقتي الامور ماشيه ازاي؟ اتفضل انت ونصيبك بقى.
وهذا ما انا نتمناه. اللي هو يعني لو منتخب خرج، لو منتخب مالي خرج، لو منتخب مصر خرج، هل هل انا وانا بوجه كلامي للمهندس احمد مجاهد، هل ده كلام يصح؟ ما بقول لك انت هل ده كلام يصح؟ توصل بتوصلنا للمرحله. انا على فكره جاهد يقول لنا ايه اللي كان عارفه مش عايز يقوله. لا غير كده يعني لا لا هو بقى يقول، لكن هي بس القصه في الاخر دلوقتي صح، خلاص التذاكر اتطبعت والحاجات خلصت، كل حاجه خلصت. ازاي منتخبنا ان شاء الله ان شاء الله هيوصل، احنا نتمنى ناخد الكاس البطوله مصر اولا في كل الاحوال، مصر اولا بالظبط كده. ولكن على ده يا جماعه ومحدش يتراجع في هذا الامر، استاذ محمد مصر يعني في ناس بيقول لك ايه ان شاء الله غير كده، بس قماشه مصر اوسع من النادي الاهلي. يعني ما تيجي مثلا تبص عليه زي عمرو السليم، طب هو الاهلي برضه مصر السمان. لا لا يا لا يا ابو علي ما ينفعش، ما ينفعش منتخب يلعب من غير لعيبه الاهلي. احنا مش لعيبه الاهلي، انا بكلمك في مثال. عمرو السليم عنده مزق في السمان، التقرير بتاعه بيقول هيغيب من 3 ل 4 اسابيع، وعنده بعد كده فتره ممكن حسب يعني قابليه عضله الرجل او السمانه للبرنامج التاهيلي او البرنامج الخاص باعلامه، هو يلحق الماتش. وان لو لعب ده ممكن ما يلحقش اصلا الدوري المجموعات يا كابتن. لا 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 الماتش الثالث هيكون موجود. انا كلمت مع دكتور النادي الاهلي. لا لا الماتش الثالث هيكون موجود. انا كلمت مع دكتور النادي الاهلي واتكلمت معاه، قال لي الراجل عنده مزق في عضله السمانه بياخد من 3 ل 4 اسابيع. الخوف لو عمرو لعب وهو لم يكتمل شفائه او لسه العضله ما تمش تاهيلها بشكل وده كويس، وده حصل قبل كده كتير في المنتخب وبيعملوه مع لعيبه الاهلي وحصلت مع حمدي فتحي وحصلت مع لعيبه كتير بيعملوه ان هم بيدفعوا الموضوع هيتفاقم بدل من 3 ل 4 اسابيع هيتفاقم ان ممكن يخش في شهرين واكتر، والاهلي هيفقد اللاعب فتره اكبر يعني بدل ما انت كنت كان في امكانيه انك تاخد عمرو معاك انت اللي هتخسر الاثنين يعني بالظبط. فانت انت قماشه المنتخب وعمرو سليم، قماشه المنتخب فيها لعيبه كبير. يعني انت عبد الله السعيد طريقه لعب الراجل اللي بيلعب بيها دي، عبد الله السعيد البديل الاستراتيجي لعمرو السليه او عمرو سهيل يلعب في مكان عمرو، لا لا ما بيلعبش بلاي ميكر. بعد اذنك بعد اذنك هقول لك على حاجه. طب اقول لك معلومه يا ابو علي. لا ابو علي ايه علاقته بعمرو السليه يا كابتن؟ كيروش عنده قناعه كامله بعمرو السليه لا تتزعزع. هو واحد من افضل اللعيبه الموجوده في الحته دي، وهو شايف ان مفيش بديل لعمرو السليه، عشان مستحيل يسيب عمرو السليه حتى لو يفقد الماتش الاولاني والثاني. هو مصر عليه. انا بتكلم في حاله يعني عمرو السليه دلوقتي مصاب على يوم 15 هيكون خف ان شاء الله. يا جماعه بس في انت بتتكلم في ممكن اقول بس وجهه نظر، هو مش عارف يعني ممكن انت مش عارف يعني مش عارف توصل لك يا اسوس. هو عمرو السليه اخر ماتش لعبه كان امتى؟ كان قبل ماتش السوبر الافريقي يعني. انت بتتكلم ماتش بطوله عربيه. هل من المعقول يا جماعه وكابتن اسلام راجل يعني يوم خبره 18 طبعا يعني بطوله عربيه يوم 18 الفاينل كان 3 يوم 18 ده اخر ماتش لعبه يعني ادي 12 يوم و15 يوم 27 يوم من المنطقي في الاصابه بتاعه اللاعب اعتقد. لا غايب. لا ده هو اتصاب قبل ماتش الرابعه كان بعدها بثلاث ايام. اكمل بس 25 يوم ثانيه على اسوس يعني هل من المنطقي كلاعب كوره بقى لاعب كوره غايب شهر كامل مش عن المباريات ده عن التدريبات الجماعيه اخده ينزل على طول على الملعب؟ ده اللي انا بقول فيه. هل ده طبيعي؟ طبيعي ان ياخد تلت ساعه. هل طبيعي انك منتظر منه؟ طبيعي ان هو ده يحصل. لكن الماتش الاولاني يديك الاداء والدور اللي انت منتظر منه ازاي؟ ممكن الماتش الاولاني لكن الثاني والثالث هينزل اللي تحت. ممكن يحصل له حاجه لا قدر الله. طبيعي. ازمه كبيره. انت تخيل خصوصا ترتيب الماتشات غير مدروس. قرار غير مدروس. ترتيب الماتشات تظلم منتخب مصر جامد على فكره. يعني انت بتلعب نيجيريا اول ماتش ثم غيني بيساو ثم السودان. لو اتعكست كنت اقول لك كنت ممكن الامور تمشي كويس. يدخل تدريجي في الامور. يدخل تدريجي في الماتش. انما حسابات كيروش كده انه هيجيب عمرو السلام من الدار النار. انت بتلعب دلوقتي المفروض اي فريق راس ماله بقى عشان تمسك ملعب دفاع وهجوم ديفندرات، وتفتكر ساعتها مستر مانويل كان اي ديفندر يلاقيه في اي حته يظهر يجيبه على طول. فانت دلوقتي عندك السلي حمدي فتحي ديانج الثلاثه مش معاك. البديل الاستراتيجي بتاعهم اللي بتقول انت بتوظفه ناحيه اليمين عشان هو اوريدي ديفندر، بس انت عندك مشكله وراجل معجب بيه اكرم توفيق اللي ممكن برضه مش موجود معاك. فما تيجي بص نص ملعبك المهاجم الاساسي بتاعك محمد شريف، الحارس احسن يعني افضل حارس في افريقيا الشناوي، ايمن اشرف يعني عندك الفرقه مشكله كبيره طبعا هتواجهنا، ومشكله مش هينه. ويعني كنت اتوقع ان يبقى في تصرف قوي من اتحاد الكوره، خاصه النادي ده بيمثل مصر. الاهلي في البطوله دي ما بيلعبش في دوره رمضان، ده الاهلي بيلعب في بطوله عالميه. لما هيبدا الماتش هيتعزف مع فريق خسران منه قبل كده 5 وخسران منه قبل كده 2. لا بغض النظر لازم تضيف في اعتبارك. لا 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 ازاي دي كره قدم؟ اصل انت بتلعب مع بطل امريكا. ايوه ما انت خسران منه قبل كده. بنع بيت انت بتلعب مع فرقه ما انت لازم تروح له وانت كامل. بص انا بتكلم فيها يا كابتن اسلام، انا بمثل مصر، منتخب مصر بيمثل مصر، والاهلي بيمثل مصر. الاهلي مش عايز لعيبته عشان كاس مصر او على بطوله دوري نقدر نقول يا جماعه دي بيننا وبين بعض. لا ده انت بتمثل مصر في محفل عالمي، السلام الوطني بتاعك هيتعزف قبل المباراه، العالم كله لما بيتكلم الاهلي بطل مصر،
ما بيتكلمش زي ما حصل في افريقيا. الاهلي بيكسب افريقيا العالم كله بيتكلم عن شوف الناس هتخش معاك هنا بتتكلم على الاهلي ازاي وعظمته ازاي فريق ياخد 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض وياخد 2 سوبر ورا بعض وياخد ثالث عالم. فده في كله دعايه ليك كويسه جدا اسم النادي الاهلي نفسه. طب انت عايز ايه؟ اللي عايز اقوله ان انت هنا بتمثل مصر. لما تيجي تقول لحد انا عايز لعيبتي موجوده معايا ليه؟ طيب بعدين ايه المطلوب؟ ثم ان انت محتاج لعيبتك. الناس تقول لك ايه منتخب مصر يا استاذ محمد اسمعني، انت بتقول منتخب مصر، طب ما الاهلي بيلعب باسم مصر. هنا كان يحصل توازن البالانس هنا ان انا ممكن اسيب مجرد مناقشه الفكره دي ما تنفعش. ليه؟ على انت عامل المنتخب زي الفيفا المنتخب 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 نسمع بعض يا جماعه لو سمحت. بص انا صبح حكيم بتكلم نسمع بعض مناقشه الموضوع ده مجرد معلومه. لا انا شايف المنتخب اولا قبل اي شيء وقبل اي حاجه. ايوه ده حتى النادي احنا سوسات دي ما حدش يقول لك الكلام ده يا جماعه. ما ينفعش جزئي. طب اسمعنا يا صبح حكيم. طب اسمع انا اوصل لك وجهه نظري وانت قول لي صح ولا غلط. انا بتكلم ان قماشه منتخب مصر كبيره. أيوة يعني كبير بتاخد محترفين. بتاخد محترفين اللي بعده اللي بعده ايه بتاخد لعيبه من كل الانديه. الاهلي مرتبط بقائمه معينه. بعده ما هو الراجل ابو علي فهمني انت عايز توصل لايه. اللي انا عايز اوصله لك اللي انا عايز اوصله لك انت عندك اختيارات كتيره جدا. أوكي. لازم يبقى في قاعده يا جماعه انا مثلا عايز منكم 7 8 لعيبه. طب احنا عشان خاطر انت هتمثل مصر في بطوله وانا بمثل مصر في بطوله، انا همثل في افريقيا هتمثل بطوله عالميه. ماشي يا راجل خلاص اخترق قايمه يا جماعه. ده اللي بقول المفروض كان خلاص. لكن ان انت تبص لنفسك او تبص ان انت عايز اللعيبه دي كلها معايا. طب يا جماعه وتلاقي واحد يكلمك لا مصر يا جماعه. طب الاهلي بيمثل مصر المنتخب على راسنا محدش يقدر يتكلم. بس ما الاهلي بيمثل مصر. لا يمكن وضع مقارنه الحقيقه خالص هذا خالص الامر خالص. وجهه نظري يعني ده طبعا يا كابتن مصر في اولا في اي شيء بعد كده نتكلم. انا ما قلتش حاجه خلي بالك على راي الاستاذ عبد الحكيم سوري ان لو سالت اي مسؤول من اول الكابتن خطيب لغايه اصغر مسؤول في النادي هيقول لك مصر. مصر الاول بعد كده نشوف. لكن في النهايه في اختلاف على كده. لا طبعا مفيش اختلاف. بس هتكلم في النهايه هو الراجل بيتكلم على الراجل بيتكلم استاذ محمد على ان هل من الممكن ان يحدث توازن او كان من الممكن ان يحدث توازن في حاله واحده بس 3-4 عندك بدائل اقويه موجودين خلاص وصلت. أنا, انا انا من وجهه نظر ان ده صعب جدا وكده احنا يعني بناخد قوه من قوه منتخب مصر لما تاخد اي لاعب خصوص. معلش بعد الكلام لعيبه النادي. طب انت كنت هتقدر تقنع لاعب انت كحضرتك كابتن اسلام لما تسالنيش انا. لا ما انت كنت كابتن اي حد. هل ممكن انت ينفع تقنع لاعب تقول له ما تروحش كاس امم؟ مستحيل. لا طب وانا بقول النهارده سمعته المدرب المساعد ليورجن كلوب قال ايه بعد المباراه. كلم كلام في منتهى الروعه. عشان كده قارنت الكلام ده ما بينه وما بين كلام كارلوس كيروش. يعني اتكلم قال لك بعد المباراه كل التوفيق لمحمد صلاح والماني ابتداء من بكره هيكونوا موجودين في مع منتخبات بلادهم ونتمنى لهم كل التوفيق وحاجه محترمه جدا ان هم او حاجه كبيره جدا ان هم يلعبوا باسماء بلدهم خصوصا ان هم كباتن كبار وناس كبيره جدا واساطير كبيره جدا في افريقيا فلازم يكونوا موجودين. لازم يكونوا موجودين. يعني خد بالك يا كابتن ال 35 يوم او ال 30 يوم اللي هيغيبهم الاثنين دول عن ليفربول هيكون السيتي حسم الموضوع خالص. صح ده اذا يعني للنص قوه ليفربول شئنا ما بين ثلاث ارباعها صلاح وماني 16 هدف واعتقد 7 او 6 فانت بتتكلم عن اثنين من اقوى وبرغم كده الناس بره بتبص لك ازاي؟ بتبص ان لا قادروا يروحوا كباتن المنتخبات بتاعتهم لازم يكونوا طبعًا موجودين وبتاع والكلام ده. لا هو كان الحل من البدايه ان يكون هناك زي ما بقول لك كده. يعني انا النهارده جاي اقول لكم يا جماعه احنا بكره عندنا برنامج الساعه 11 وعندنا برنامج تاني الساعه 11 ونص والاثنين في نفس الاستوديو والاثنين على الهواء والاثنين على نفس القناه والاثنين على نفس القناه. مش هتعملها ازاي؟ اه والله هتعملها ازاي؟ وبعدين اسم الشاشه نصين واللي كل واحد بيتكلم في حاجه مش هينفع. ما هو دي ما هو ده مش هينفع. ما ده اللي انا بقوله مش هينفع. لازم يبقى هناك رأي واضح واتجاه واضح ان احنا نأجل دي او نأجل. نرجع هنا بقى للنقطه كابتن اسلام اللي قالها الاستاذ خالد. من يحاسب المهندس احمد مجاهد والمهندس هاني ابو ريده على الموقف اللي احنا وصلنا له؟ طب اقول لك على سؤال اهم زيه برضه يعني من يحاسب المهندس احمد مجاهد؟ وانا بقول حقيقه ولو عملت استبيان على السوشيال ميديا في كل حته هقول لك ان اداره احمد مجاهد خلال الوقت اللي فات واداره اللجان المؤقته خلال الوقت اللي فات أفقدت جزء كبير من المشجعين الاهتمام بمنتخب مصر. أنا عارف بقول إيه وده غلط. تمام وده غلط. أقول لك ولازم أقول للناس ودايما بقول للناس ده منتخب مصر مش منتخب الاتحاد الكورة. طيب عايز تجاوب على السؤال ده؟ السؤال اللي هو مين يحاسب؟ خلينا نطلع فاصل معلش عشان ضروري نطلع فاصل وبعد الفاصل من يحاسب اتحاد كرة القدم ورئيسه أستاذ أحمد مجاهد.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمد، حضرتك كنت عايز تجاوب على السؤال اللي قاله الاستاذ خالد، من سيحاسب اتحاد كره القدم والاستاذ احمد مجاهد على كل ما حدث خلال الفتره السابقه؟ وخليني اتكلم عن النادي الاهلي. لما تكلم الاستاذ احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه الدوليه للاتحاد المصري لكره القدم، وقال انه كان او ان الاهلي هيلعب بكامل نجومه وان منتخبنا الوطني هيلعب بكامل نجومه. من يحاسب اتحاد الكره؟ اولا هو مش اتحاد كره، هو لجنه ثلاثيه بتدير اتحاد الكره لفتره مؤقته وبتدعو الانتخابات زي ما احنا شايفين الاجراءات اللي ماشيه. خربكوا اصبحت ثنائيه في الفتره الاخيره، اصبحت احاديه في معظم الاحوال يعني. هذه اللجنه مين اللي يملك سلطان عليها؟ اللي معين اللجنه. مين اللي معين اللجنه؟ الفيفا. اذا مشكله النادي الاهلي مع الفيفا، هل تنتظر من اللجنه اللي معينها الفيفا واللي بتقبض من الفيفا واللي كل انتماء للفيفا بدرجه كبيره جدا هي اللي تدافع على النادي الاهلي وتتصدى للفيفا حتى لو بشكل اعتراضي؟ ما اعتقدش ان ده يحصل. لكن في حاجات من اللي ممكن تتحاسب عليها هنا في مصر شعبيا ومن الجهات المسؤوله اللي هي وزاره الرياضه او اللجنه الاولمبيه، اللي هي العقود اللي بتتعامل مع المدربين زي العقد اللي معمول مع كيروش والشروط اللي محطوطه في العقد. لازم العقد ده يجي ويتناقش، لان ده مش امر سري ولا امر يخص اتحاد الكوره، الامر يخص مصر كلها. فده المفروض دي الجهات اللي المفروض تحاسب اتحاد الكوره. فلا بد من محاسبته على هذه الاشياء. لكن حكايه ان هو موقف الاهلي ويتبنى موقف الاهلي، هو قال تصريح او ضرب تصريح، وهذا التصريح في الهواء ولغايه دلوقتي ثبت فشله ولا وجود له الا شيء في خيال المهندس احمد مجاهد، وشيء نتمنى الا يحدث يعني في كاس الامم الافريقيه. اللي هو ان هو الخروج، ان هو يتمنى ان ممكن ان هو بيتوقع خروج منتخب مصر. يبقى تفكير غريب جدا، يتوقع خروج منتخب مصر وبالتالي منتخب تونس ومنتخب مالها برضه هتخرجهم. ما هو ملوش دعوه، ده قضيه ثانيه يعني. هو يتوقع الخروج وبالتالي الاهلي المنتخب لعب بكل اللعيبه والاهلي يلعب بكل اللعيبه. ما لهاش دلوقتي، والواقع بيؤكد ان ما لهاش اي تفسير اخر غير هذا التفسير. وبالتالي فمطلوب المحاسبه على هذا الكلام، مطلوب المحاسبه على العقود، مطلوب المحاسبه على عدم القيام بالدور تجاه النادي الاهلي والوقوف بصف والمطالبه مبكرا ومحاوله منع هذا التداخل. ده هذا كله. وكابتن اسلام برضو في حاجه مهمه فيما يخص المهندس احمد مجاهد، هل في حد في مصر قارن بين ما انت طبعا لازم يكون عندك الشخصيات المصريه اللي هي في مناصب دوليه، انت بتقدم ايه لمصر؟ بتستفيد من مصر؟ انت عندك الدكتور حسن مصطفى وعندك المهندس هاني ابو ريده. انت قدمت ايه وانت قدمت ايه؟ شوف الدكتور حسن مصطفى كام كاس عالم للشباب وللكبير اتلعب في مصر، المهندس هنا برد عمل ايه؟ حتى في المواقف الصغيره، حتى في المواقف الصغيره ما تلاقيش موجود. يعني بيقدم، تيجي تقول له دلوقتي في موقف هو انت مش عارف تجيبه، مش عارف تقول له طب نعمل ايه؟ طب انت قاعد المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، يعني حضرتك هنا وحضرتك هنا، قول لنا. يعني حضرتك قول للنادي الاهلي، ولا انت مش النادي الاهلي ده مش تبعك. تعال مثلا دكتور حسن مصطفى، اي مشكله في كره اليد المصريه تلاقيه موجود. وهو دور ان انت، ما انت كده كجهات وكرياضه مصريه بتدعم ليه الشخصيات عشان تكون في المناصب الدوليه عشان في الازمات اللي زي كده. عارف ده هيكون مردود عليه بايه؟ ده هيكون مردود عليه بايه؟ بس انا ممكن ارد على الله ينور، كمل. هيكون مردود عليه بان الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، انما ده مجرد عضو تنفيذي في الاتحاد الدولي. لا ما هو مش اكمل يا جماعه، مش قراره، مش هيمشي على الناس كلها. خليه بس يقول وجهه نظره، وعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الافريقي. وانا ما طالبتش منك اكمل، ما انا هقول لك بس أكمل. وانا ما طالبتش منك عشان تقعد مكتب تنفيذي انك تجيب لي كاس العالم. بالظبط. انا قلت لك ايه؟ انك الناس تقف معايا، الناس تحس ان هو الطلب، الطلب عادل. الناس تحس ان ما انا بتكلم على كده، اقف معايا موقف عادل، طلب عادل. بمعنى ان انا اللي حطيت الوقت اللي بتنتهي فيه نهايه كاس الامم الافريقيه يوم 6، وانا اللي حطيت الوقت اللي يبدا فيه كاس العالم للانديه يوم 3. انت عارف اللي يعني زعل على خالد؟ ان الناس يا كابتن بتزايد على وطنيه النادي الاهلي، وناس بتكلمك في حاجات. انا اتذكر دلوقتي واحنا بنتكلم، الاهلي خسر 2 دوري في 84 و88 عشان لا خلي بالك تعلق لا خلي بالك الاهلي بوطنيته. لا لا طبعا ده طبيعي على وجود لعيبته في المنتخب. ده دوره طبيعي. لكن في النهايه انا قصدي اقول لك ايه، ان المواضيع دي كلها، كل اللي بيحصل ده سيبك من الكلام ده، هو ليه من الاول الموضوع ده لم يحل. انا بس هي دي النقطه اللي مخلياني زي ما انت قلت، هي انا رميتها لك في ملعبك للكاف. طب كاف سوري، الفيفا للكاف. انا رميت لك الموضوع في ملعبك، يعني ايه؟ شوف بقى هتعمل ايه. اعتقد بهذا الشكل يعني. طب سؤال يا كابتن،
كل الناس بتقول لك مسؤول الاهلي يتصرفوا. طب خلي حد يجي يكون مكان مسؤول الاهلي، هتعمل ايه؟ مسؤول الاهلي هيعمل ايه يا جماعه؟ ما هو ما دي المشكله، ما حدش بيسال نفس السؤال ده. هتعمل ايه؟ انت حضرتك المهندس احمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري اللي معين من الفيفا، وانت الوحيد اللي بتتواصل مع الكاف، وانت اللي بتقعد جنب انفانتينيو وبتقعد مع الراجل موتسيب جنبهم وتتصور، والرجاله بتوعك ينزلوا الصوره. المهندس هاني ابو ريدة موجود مع الاثنين، وانا كنادي اهلي المفروض اعمل ايه؟ انا عشان اخاطب الاتحاد القاري والاتحاد الدولي لازم ابعت لحضرتك ده تبقى للترتيب عشان حضرتك توصل لهم. فحتى انا ما ينفعش ان انا اخاطبهم بشكل مباشر. فاذا مسؤول الاهلي انا مش فاهم بصراحه، الناس حطاهم في خانه الله يكون في عونهم. بالظبط كده، والله الله يكون في عونهم. وهم دلوقتي في معضله غير عاديه. انت دلوقتي ما بين نارين، طبعا المنتخب ده كلام غير مقبول ومحدش يناقشه اصلا، محدش يناقشه اساسا، مجرد النقاش هو ما تناقش في الراجل ده لما بتهزر. المهم يعني ها فدلوقتي مش عارف يعني، هم بصراحه هم طبعا مستنين برضو امل ان البطوله تترحل ثلاثة، بس هو الموضوع انا امل نظري إيه؟ امل خلاص، ما انا بقول لك خلاص يا جماعه، تذاكر على الويب سايت وناس ابتدت تنزل شباب. لو الاعداد يجيبوا لنا حاجه شكل التذكره حتى او بتاع نبص عليها على الشاشه عشان نتاكد. لا هو على الويب سايت بس لسه التيكت ما بترسل. لا لسه هتاخد 48 ساعه عشان يستلم التذاكر. في جزئيه مهمه كنت عايز اتكلم فيها في حته مين يحاسب المهندس احمد مجاهد. اتفضل. هنا لحد دلوقتي احنا بندفع فكره ان احنا مش عارفين نحط الامور في نصابها الطبيعي او مسمياتها الحقيقيه. بمعنى انك لو رحت خلاص احنا خدنا معتقد او الناس من كتر ما في الاصوات الجاهله، وانا اقصد الكلمه يعني متصدره المشهد، بتصور للناس انك لو رحت اشتكيت للفيفا يبقى انت كده راجل مش وطني، يبقى انت كده راجل بتستعدى الفيفا المزايده على بتستعدى الفيفا على اتحاد بلدك. انت رايح تشتكي للفيفا ليه وتشتكي مين؟ انت بتشتكي المفروض يعني تشتكي واحد معين من الفيفا، فطبيعي ان اروح اشتكي للفيفا مش اشتكي لمين؟ ما هو اكيد بعد ما اشتكي لربنا اكيد في حد في مسؤول هشتكي ليه، هسال اللي عينه. يعني انت هتقول للفيفا طب احنا ممكن نسال سؤال تاني، هو حد سال الراجل اللي استقال من اتحاد الكوره استقال ليه؟ هل حد حقق معاه جابه من هنا حتى في مصر؟ هو حد سال الفلوس بتاعه اتحاد الكوره بتاع تنظيم افريقيا 2019 بس التلفزيون ما جاتش مصر لحد دلوقتي ليه؟ استجوابات اللي حصلت في مجلس النواب. انا خليها بس في الوقت القريب للجان كتير قريب الراجل اللي استقال من اللجنه الثلاثيه مش كان المفروض يقدم تقريره؟ يا عم خالد على الخلاصه في القصه كل اللي انت بتقوله ده على الاقل ايه خبرات الناس دي الاداريه اللي هي تقيله ترقص اتحاد محام كره القدم المصري؟ طب وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مثلا يعني بص يعني انا جالي دلوقتي التذكره ماشي كنت ببص عليها وقت العرب امارات. طيب حطوها لنا على الشاشه الساعه يوم ثيرزداي يوم الخميس ده اعتقد ابو ظبي محمد بن زايد ستاديوم ماتش ملعب الجزيره يوم خميس اللي هيتلعب عليه اول الاهلي مونتين. لا ده ماتش الجزيره ده يوم 3 فبراير ده ماتش الجزيره خلاص اتحط على حطوا لنا يا شباب الاهلي ماتشه 5 مش كده؟ لا ماتشه 5 هيلعب في ملعب الثاني الوحده ملعب الوحده مكتوب فوق من 3 مكتوب فوق من 3 ل 12 فبراير في ابو ظبي ده ميعاد البطوله ده ميعاد البطوله خلاص. الفيفا كلاب وورلد كاب يو اي 2021 ده اسم الايفنت او اسم اللي هيعمله الاتحاد الدولي في الامارات يوم 3 فبراير هيطلع الساعه 8:30 في ابو ظبي محمد بن زايد ستاديوم ماتش الجزيره و اللي هو البديل بتاع اوكلاند سيتي والفريق بتاع اوكلاند اللي هو بطل تاهيتي بعد كده بقى بقيه وبالتالي خلاص اصبح الامر امر واقع. هيلعب اول ماتش في ملعب الوحده مع يوم ال يعني انت دلوقتي لو دخلت على الصفحه الرسميه للفيفا هتلاقي الكلام ده موجود عليها يعني احنا بنحاول بس علشان كل الجمهور يعرف الموقف خلال الفتره القادمه ايه اللي هيحصل فيه. عموما هننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل لما تبدا او لما تجهز بس حطوها لنا برده على الشاشه علشان نتكلم فيها. انا اتمنى من مجلس اداره اتحاد الكوره ايه اللي هيجي ايا كان ده كان سؤال ايا كان ايا كان يحط نقطه من اول صوته. مفيش حاجه اسمها ما حاسبش القديم، مفيش حاجه اسمها اقفل الباب القديم. اتمنى يبقى في نقط. الكوارث اللي حصلت في خمسة ونص مش في موضوع الاهلي بس ولا في الحكام بس، في موضوع المنتخبات والفار والفار وكل الفار
وكل حاجه ولجنه الحكام ده طبيعي جدا. طبيعي جدا حاسب مين هم منه فيه يعني هم منهم فيه طبيعي جدا هيحصل ده في اتحاد الكره الجديد اللي جاي لان اللي جاي ده اتحاد مشكل من رئيس ونائب لازم يحاسبوا اللجنه ومجموعه من الاعضاء موجودين لكن اللي كانت اللجنه اللي موجوده دي كانت اداره فرديه وحيده ورأي واحد يحاسبوا في كوارث يحاسبوا المجموعه اللي موجود اللي الاستاذ اللي موجود دلوقتي محدش يقدر يحاسبهم ليه مش عايز احاسبهم دول لجنه معانا لو في مخالفات ماليه لو في مخالفات ماليه لو في مخالفات ماليه ده حاجه تانية لو في مخالفات ماليه حولها للجهات القضائيه زي ما كان بس هل سيكون الاتحاد المصري القادم له المنتخب اللي هو يوم 5 يناير ان شاء الله هل سيكون له دور اسمع من حضراتكم له دور مع الاهلي ولا الدور انتهى لا الدور انتهى يا كابتن خلاص كنت تلعب هو هيجي والاهلي بدا البطوله لا يعني لا مش هتلعب يوم 3 5 يناير ايوه يناير جاي 5 يناير 5 2 لا المباراه 5 لا الماتشات 5 2 لا مش هيكون لي ده 5 5 ده 5 معلش ده 5 مش كده تمام بيتلخبط الواحد فيها هيكون لي دور لا مش هيكون لي دور خالص الحاجه الخمسه دي بالذات على الاطلاق يعني طبعا بص يا كابتن مش هيكون لي اي دور لحد اللي هيجي برئاسه الكابتن جمال علام او الاستاذ محمد ابراهيم او الاستاذ محمد ابراهيم براحتكم لكن في كل الاحوال لن يكون اي له دور باي شكل من الاشكال في النادي الاهلي فيما هو قادم فقط هو هينتظر يتابع المشهد من الخارج لانه خلاص هيكون الامور انتهت اعتقد هيكون برضه في اتصالات هو طبعا الموضوع انتهى بس اعتقد هيكون في اتصال مثلا لو مع اي حد هينجح بحيث ان هو هيروح يسافر يبقى رئيس البعثه سواء جمال علامة بتتعرف رئيس البعثة جمال علامة ومحمد ابراهيم يعني طب محمد مجاد كان حاطط اسمه رئيس لا البعثة. احمد بس عشان بس برضه انا اخترت مش معنى لا استنى بس مش معنى ان احنا ضده في قرارات لا هو مسافر بصفته الافريقيه في لجنه اللي هو موجود ليه صفه في البطوله كده كده مسافر يعني هو كده مسافر عشان بس انا ابقى صراحة يعني لكن هو كان حاطط اسمه فعلا وتشال لكن هو كده مسافر لصفته التنظيميه في البطوله بس قيل ان في 290 مسؤول أو ده بس عشان احنا بنتكلم مش موجود فيهم طيب بس ده واحنا بنتكلم ده فيفا ده موعد ده موقع حجز التيكتس بتاعه كاس العالم للانديه من الفيفا فهو كل حاجه واضحه اهي وباينه البطوله من فوق بس دي مش عارف باينه هنا ولا لا باينه من 3 ل 12 لكن اول ماتش مكتوب يوم 3 الساعه 8:30 وحجز التوقيت بالظبط والدنيا خلاص اتجهت خلاص هو في هذا الامر بالظبط كده هل من الممكن ان يكون هناك في اتجاه لتأجيل مباراة الأهلي ومنتري؟ لا. اتجاه لتأجيل المباراة فقط؟ المباراة فقط؟ يعني يومين ولا حاجة لأن منتري برضو نفس الكلام هيرجع يوم يعني فكرة تأجيل المباريات برضو تأجيل المباراة بس أو ست لعيبة الست أهم من بعض والست دوليين مع منتخب لا المكسيك. أنا عايز بس أرد على نقطة لو حصل اتصالات وجهة نظر لو حصل وضغط إن عندنا ظروف واللعيبة دي عندها ظروف حتى عشان البطولة تنجح يبقى فيها اللعيبة الدولية أنا شايف إن وارد جدا ممكن الماتش يتأجل يوم أو حاجة هو يمكن الحاجه الجيده اللي اتعملت انا بقول كده ان من الممكن ان يتم انا ما اعرفش طبعا دي مش معلومه عشان بس ومين اللي هيوصل صوتك المهندس هاني ابو رضا برده مش موجود دور عليه لو حد عرف يوصل المهندس ابو رضا هاني ابو رضا في الايام دي اللي انت عايز تقوله يا كابتن اسلام مش حدش عارف يوصل المهندس هاني ابو رضا اللي قدام 15 يوم تاني اللي قدام الصحفيين اللي هتسافر مع المنتخب واللي هيكونوا موجودين لو حد فيهم عرف يوصل المهندس ابو رضا بيقول لي يمكن الحاجة الوحيدة اللي أتاح لك فرصة اللي يعمل الكلام ده الحاجة الوحيدة اللي أتاح لك فرصة القيد قبل المباراة ب 48 ساعة إنك أنت هتظل لغاية يوم 3 فبراير تقدر تسجل كل لعيبتك أو اللعيبة المتاحة بالنسبة لك أو اللعيبة اللي هتبقى موجودة فده أعتقد إن ده شيء إيجابي يعني هم بكرة هيبعتوا 33 اسم قائمة مبدئية تقريبا 3 أو 35 يعني 33 هو أنت لك حد ال 35 بس الأهلي هيبعت 33 بكرة تمام ويوم 3 يناير وهتصفيهم يوم 3 فبراير ل 28 اسم قبل الماتش لازم تبعت القائمه النهائيه 23 اساسيين و5 احتياط عشان موضوع كورونا هم هيطبقوا نفس الموضوع دي عشان الازمه بتاعت نفس الموضوع اللي حصل في دوره الالعاب بتاعت طوكيو انك انت قبل كل ماتش ب 48 ساعه بتسجل ال 23 لاعب من ال 28 طيب اعتقد احنا اتكلمنا كتير في هذا الامر خلينا ننتقل الى كاس الرابطه بكره ان شاء الله قرعه كاس الرابطه يا استاذ محمد اعتقد فوائدها جيده والنادي الاهلي هيكون اكثر المستفيدين لو لعب بالطريقه او بالناس اللي مش هتكون موجوده في المنتخب فوائدها رائعه فوائدها ممتازه ومن الافكار اللي اتاخرت كثيرا ان هي تبقى موجوده في مثل هذه المناسبات كنا دايما في كاس الامم الافريقيه
الفرق بتبقى موجوده وتدريباتها قليله، تلعب ماتشات وديه، لكن انت كانك هتلعب بطوله رسميه مهمه جدا. دي بالنسبه للنادي الاهلي ولكل انديه فرصه، طبعا النادي الاهلي تحديدا، النادي الاهلي عدد كبير جدا موجود من لعبته بره، او نادي الزمالك او نادي بيراميدز، ان فرصه تدي البدلاء اللي موجودين عندك فرصه كبيره جدا يلعبوا. يعني تيجي تعالى في النادي الاهلي، احمد عبد القادر هياخد فرصه كامله ويلعب بشكل كويس جدا، عمار حمدي هيلعب، كريم فؤاد وحسام حسن، كل المجموعه اللي موجوده بره على الدكه، كابتن وليد سليمان ممكن يرجع في البطوله دي، عدد كبير جدا، علي لطفي هيلعب عدد كبير جدا من المباريات، اعتقد هيرفعه. ففوائد هذه الدوره هتكون هايله ومميزه، واعتقد ان هي واحده من ابرز وافضل الافكار اللي قدمتها رابطه الانديه المحترفه، بنحييهم عليها، واتمنى ان هي تتم بشكل جيد، يكون فيها تحكيم جيد، يكون فيها فار برضه عشان الناس تاخد حقوقها، يكون فيها الجمهور برضه يتواجد فيها زي ما هو متواجد، حتى لو بنسب زي ما هو ال 2000 اللي موجودين. اعتقد ان كل دي فوائد هتعود على الفرق بشكل كبير جدا. فيوتشر ابتدت ادوات التشجيع تخش للجمهور، ابتدت جماهير عملت زي حاجه كده جميله بالشماسي وبتاع، يعني في تسهيلات للجمهور، نعم. العدد زاد، في التزام، يعني طول ما في التزام تلاقي الاعداد بسم الله ما شاء الله بتزيد. وده البطوله ده كانت على فكره داخل لها رعاه كتير جدا وجوائزها الماليه كبيره جدا، يعني دي برضو حاجات تحفيزيه للفرق طبعا، فدي حاجه انا شايفها مفيده للكره المصريه. استاذ محمد بص، عديت كذا لعيب ونسيت محمود كهربا. يعني انا بس عندي طلب مهم، يعني بجد، يعني انا نفسي مفيش اي قرار. احنا عندنا فتره الانتقالات الشتويه بتبدا خلاص، بدات لحد 31 يناير. نصيحه من نقد رياضي، يعني اتمنى الا يتم التسرع في اعاره او رحيل اي لاعب من النادي الاهلي الا مع اقتراب نهايه فتره الانتقالات الشتويه، لان الوقت اللي احنا فيه ده في كاس ربط، في اربع او خمس، الحزمه تبقاش كده. خالد انت برضو يا جدعان هكمل، انا ما بكلمش ولا وجهه نظر خالص النهارده، اكمل بس اكمل. اتفضل. انا عارف ان في بعض القرارات ممكن تكون ناس او في عروض وفي انديه ممكن تكون بتستعجلك. انت في الاول وفي الاخر انت صاحب القرار، من الممكن ومن الوارد جدا ان لاعب يكون خارج الاهتمامات في كاس الربط ده يتالق. وانت حصل مع رامي ربيعه على فكره، رامي ربيعه كان قريب جدا، اللي بنبارك له على فكره الفرح النهارده. ده في صوره حلوه قوي لو معاكم الصوره دي يا شباب حطوها لنا. رامي ربيعه كان خلاص خارج من النادي الاهلي في الانتقالات اللي فاتت، كان قريب من المقاولين. قفل باب الانتقالات بعدها، شارك رامي ربيعه مع النادي الاهلي. انما الفكره كلها اللي انا اقصد فيها، اللي انا اقصده، لو في امكانيه ان احنا بس نسيب الفرصه لبعض اللعيبه تظهر، حتى لو على سبيل انك لو عايز تعلي من قيمتهم التسويقيه وان هم يشاركوا في كاس الرابطه، من الممكن جايز، يعني ده اقتراح مش راي. لا طبعا نائب احمد دياب عامل تصريحات دلوقتي بيزيد عن الكلام اللي احنا كنا قبل ما تكمل كلامك. بما اننا بنتكلم عن رامي ربيعه، الصوره دي رامي ربيعه ساب فرح وقعد هو ياسر ابراهيم لعبوا بلاي ستيشن. ده البلاي ستيشن حياته. انتوا متخيلين رامي ما بيعملش حاجه؟ رامي ما بيعملش حاجه غير ده في الفرح، ساب الفرح بقى ولا ما تفهمش، ساب القاعه ولا ساب القاعه ولا خدوه اعصاب يحصد عليه؟ لا هو حاصد عليه رامي. على فكره رامي بلاي ستيشن تدريب وماتشات وبتاع وبلاي ستيشن الحزبه بتبقى ازاي يا استاذ احمد؟ كمل لنا يا استاذ احمد. الحزبه بتبقى ازاي؟ الاستاذ احمد دياب عمل تصريحات دلوقتي. لا الحزبه بتاعتي. طب خليه يقول لي التصريحات العاجله. قال لك ان بياكد نفس الكلام اللي هو التخبط اللي احنا عايشين فيه من جانب المهندس احمد مجاهد. قال لك ان انا ما تمش اختاري اصلا من المهندس احمد من اتحاد الكوره، لسه حالا دلوقتي ما تمش اختاري بطلب كيروش استمرار مباريات الدوري لحد يوم 30. بس حتى لو ده جالي انا كنت هبعت جوابات لاتحادات شمال افريقيا واتحاد مالي وكل الاتحادات لا كل الاتحادات اللي لها لعيبه عندنا وراحوا ام افريقيا، اقول لهم عايزين لعيبه كذا. ما فيهوش برضه هاجل، لازم ياجل برضه. بس هي القضيه بتقول بياكد لك نفس الكلام ان المهندس احمد مجاهد مخبي عامل مشكله ومن برضه ما اخطرش نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هو ما اتغيرش حاجه. الحزبه بتبقى ازاي في موضوع اللعيبه؟ ان في انديه بتطلب منك بترتب ورقها، بيبقى عندها مثلا عبد الحكيم رقم واحد في الاختيارات انه عايزه اعاره، سين رقم اتنين، سين رقم ثلاثه. فانت عبد الحكيم بالنسبه له اللي هو في الاهلي حتى لو بديل، لو ما بيشاركش، لو ناشئ، بيبقى هو اختيار اول على اساس ان انت جاي من فريق بيلعب على بطوله حتى لو في الناشئين، فيبقى اختيار اول بالنسبه له. انا مش هقعد استناك انت وجهه نظر، انا مش هستناك يوم 26 عشان هو اخر مباراه الرابطه امتى؟ يوم 26 31 لا 26. بس اعتقد انك مش هون. يعني اعتقد ان قرارك انت كقرارك كنادي مش نادي الاهلي، انا بتكلم على نسمع بعض بس
قبل النهائي والنهائي بتاع كاس الرابطه هيتلعب في شهر 6 مش دلوقتي. مش دلوقتي هتلعب دلوقتي الدور التمهيدي اللي هو 3 مجموعات 5 ماتشات لكل فريق، هيبقى 12 16 20 25. جميل، ما يعني انت كان ممكن تسيب ماتشين ثلاثه والله ما كانش لازم ان يسيب، كان المفروض يخلص وهي قطعيه خلصت، انا ليه بدخل نفسي في ازمات ثانيه؟ يعني انا فريق لعب واخد الجائزه وخلص. انت بتلعب هي نفس فكره كاس مصر، انت بتلعب مجموعه من الماتشات ماشي، لما هنرجع عندك سيمي فاينال هيبقى ضغط جديد يا محمد. ماشي لما هنرجع بقى هنلعب عشان الاهلي، هو هياخد اول مباراه عشان الاهلي. ثانيه واحده، هي فتره الاجنده الدوليه في شهر 6 هيلعب فيها كاس الرابطه، تمام؟ كان ده المقصود. انا كنت اقصد ان تتضغط وتنتهي كلها في الفتره دي باي شكل من الاشكال. مش كانش هينفع برضه. طب في شهر 6 هعمل ايه؟ طب في شهر 6 اللي هو وقت ما تكون الاجنده يا كابتن، حتى لو ضغطتها، لو لعبت كل 3 ايام هتلعب اقصى حاجه 3 ايام، 3 ايام لكل فريق هيلعب 7 اللي هيوصل فاينل، 7 ماتشات في 3 ب 21 يوم، في 12 يبقى تنتهي يوم 2 فبراير. الاهلي لازم يسافر لو على الاجنده اللي موجوده دلوقتي، عايز يسافر يوم 1. تمام. فكنت برضه في جميع الاحوال ما كنتش هتلحق. فهي لا، وفي الاخر برضه ما انا خليني في شهر 6 اخد عادي في توقف اخر، يعني توقف اخر في توقف تاني في شهر 6 برضه لو في عندي اختيارات اخرى ممكن ابص عليها. تسويق اعلى، تسويق اعلى، وشهر 6 هيبقى قبل نهايه الموسم. الاهلي شغال كمان بمناسبه التسويق، يعني شغال لكاس العالم للانديه بشكل تسويقي محترم جدا. يعني عندي معلومات ان الاهلي شغال على التيشيرت بتاعه كويس، شغال على اللعيبه، فكره زي اللي حصل بالفيديو كونفرنس او السوشيال ميديا بتاعت الاهلي وبايرن ميونخ في البطوله اللي فاتت، بيحاولوا يعملوها دلوقتي مع مسؤولي تشيلسي ولاعيبه تشيلسي، الصفحه الرسميه للنادي الاهلي او القناه او الحاجات دي، خاصه شغل تسويقي خاص زي حصل مع احد الرعاه في كاس السوبر، بيفكروا فيه برضه، دخل مبلغ مالي كويس للاهلي في كاس العالم للانديه. فالاهلي شغال تسويقيا دلوقتي للبطوله بشكل قوي جدا. انا كنت عايز اتكلم على كاس الرابطه في السؤال، يعني انا شايف زي ما خالد قال ان التسرع في خروج اي حد من اللعيبه دلوقتي، خاصه لو الامور مشيت بنفس النهج ده ورحت كاس العالم، هتحتاج لكل لعيب موجود عندك في قائمه. دي مشكله ثانيه يا جماعه. يعني انا اخسر الله يكون في عون بصراحه. الله يكون في عون اداره الكره في النادي طبعا الله يكون في عونهم والله بجد، كمان بكافه الطرق. انت عندك في يعني انا ممكن اقعد لعيب فقط علشان يلعب معايا، وهيلعب فين؟ طبعا في كاس العالم للانديه طبعا. طب تعرف يا كابتن ان العبء الاكبر كمان، بس النقطه دي خارج بعد اذنك في قرار المشاركه. اتفضل يا ابو علي. لا ده ما فيهاش جدال، اصل انا بقول لك الاهلي هيشارك، ما فيهاش لا لا طبعا طبعا، بس خلينا نكمل. لا الناس، انا عمري ما الوم مجلس الاداره ولا الفرقه على فرقه راح تلعب من غير فريقك الاساسي، ده لو انا فكرت في كده او حد فكر كده الموضوع صعب جدا. لا 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 خلينا بس نتكلم في فالاهلي بالنسبه له بطوله الرابطه بطوله مهمه، واتمنى ان يتم اعاده الحسابات في فكره خروج بعض اللعيبه او اعراض بعض اللعيبه او الكلام ده، لان البطوله دي ممكن تطلع لك نجوم كتيره تنفعك في دوري ابطال افريقيا الفتره الجايه، وبدائل كويسه لبعض اللعيبه اللي هتبقى غايبه عنك، هتنفعك ان انت اللعيبه هتاخد الثقه، خاصه هتلعب ماتشات كتيره ومتتاليه، هترجع فورمه الماتشات ليها، لعيب زي عمار، لعيب زي محمد محمود، الاثنين دول بالذات هيفرقوا معاك في نص الملعب في ظل غياب الديفندرات بتاعتك كلها، سواء السته او الثمانيه اللي بيلعبوا في نص الملعب. عندك كريم فؤاد، الله لا قدر علي معلول اي موقف بتاع كريم فؤاد، بديل استراتيجي قوي جدا لعلي معلول، خاصه الراجل موظفه في الحته دي على طول هو محمود وحيد. نفس الامر محمد، عندك الاولاد اللي كانوا في التشيك يمكن خلاص استقروا بقوا موجودين هنا في مصر، لعيبه كويسه جدا وخدوا تجربه في اوروبا كويسه وعملوا نتائج كويسه، ممكن تستفيد منهم في البطوله دي ان انت تلاعبهم ويدوك مردود كويس، تدخلهم مع الفريق حتى على امتداد الموسم بقى، سواء في الدوري او افريقيا او الكلام ده. فاللي انا عايز اقوله البطوله مهمه، مش ان انت تكسبها، انا مش هطالب فريق ان هو يكسبها. الاهلي بيلعب على اي ماتش بيخشه بيلعبه ان هو عايز يكسب، وجمهوره بيبقى عايز يكسب اي بطوله، لكن انا التارجت بتاعي او الهدف بتاعي ان اشوف الفريق بتاعي او المجموعه اللي موجوده دي يطلع منها عناصر تخش مع الفريق الاول، ولعيبه ما كانتش بتلعب تبقى جاهزه للمشاركه بقى في المعترك اللي داخل عليه الاهلي الفتره اللي جايه. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وهنشوف ايه اللي هيحصل. قدامنا لسه شهر تقريبا حتى بداية كأس العالم للأندية، وخلال هذا الشهر هيكون طبعا البداية يوم 9 يناير إن شاء الله بداية كأس الأمم الأفريقية. إن شاء الله إن شاء الله منتخبنا الوطني يصل إلى المباراة النهائية ويفوز بهذه البطولة. عشان الحقيقة التصريحات اللي أنا سمعتها النهاردة مخلياني يعني بفكر كتير فيما هو قادم، لكن في النهاية كل الدعم وكل المساندة لكارلوس كيروش، لأنه الحقيقة مدرب له اسمه وله تاريخه، ان شاء الله ان شاء الله يقود منتخبنا الوطني للفوز بالامم الافريقيه والوصول الى كاس العالم
للمره الثانيه على التوالي في قطر 2022. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا استاذ خالد. شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحكيم. شكرا جزيلا يا ابو علي. اشكرك شكرا جزيلا. بشكركم شكرا جزيلا وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير بكره ان شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين الحلقه بتبدا في تمام الساعه 11 بعد نهايه برنامج ملك وكتابه، فان شاء الله هنكون مع حضراتكم في تمام الساعه 11. اشوفكم على خير. تصبحوا على خير.